الو الو، انت كده شايفيني وسامعني سامعينك يا دكتور. ومش شايفين السكرين بتاعتي؟ سكرين والفيديو. اوكي، يعني طب ايه اللي قدامك دلوقتي؟ وورد مايكرو بروسيسور بيز سيستم فور 2021. تمام كده، اوكي. سو نبدأ بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يكون كورس مفيد بالنسبة لكم ونستمتع به. أنا دكتور محمد الشافعي، أنا من قسم حاسبات، وهديكم الكورس اللي هو CSE 413 اللي هو اسمه Microprocessor Based Systems. فإحنا عندنا إن شاء الله محاضرتنا يوم الثلاث زي النهارده كده، هنبتدي الساعة 8. المفروض ان الكورس ده محاضرتين في الأسبوع. ف هو طبعا محاضرتين هيبقى الوقت طويل عليا وعليكم. ف في احتمال يبقى بسيط، يعني ان انا اشوف حد من الزملاء بحيث ان احنا نبدل، يعني اخد انا محاضرة يوم الثلاث ومحاضرة تانية يوم آخر وهو ياخد مكاني، بحيث ان احنا نتبادل، ما يبقاش نفس المحاضرة تمتد من 8 ل 11:30. احنا هناخد بريك في النص، نص ساعة، يعني هناخد ساعة ونص، ناخد بريك نص ساعة وبعدين نكمل ساعة ونص. أنا هحاول على قدر الإمكان إن يعني مع كل مقطع من المحاضرة كده، أما يخلص مقطع معين من المحاضرة كده، ناخد نفس كده لمدة 3 4 دقائق 5 دقائق، نسترجع فيه النشاط، نصحصح شوية وبعدين نرجع نكمل تاني. فلو أمكن هغير المحاضرة بحيث إن إحنا نشوف بعض مرتين في الأسبوع بدل ما نشوف بعض مرة واحدة طويلة في الأسبوع. الكورس، أدي الكورس نيم وأدي الانستراكتور نيم، التي اي مهندس عمر. احنا كان معانا في السنين اللي فاتت مهندس مصطفى عرفة، بس هو اللي انا عارفه ان هو يعني سافر عشان يكمل الدراسة، ومهندس عمرو بدأ معاكم يوم السبت. بالنسبة للتعريف للكورس، طبعا الصفحة دي انا هبعتها لكم، هي فيها تعريف للكورس بتاعنا. التكست اللي هنستخدمه اساسا هو باي ألكسندر دين، ده 2017، واسمه Embedded System Fundamentals with ARM Cortex-M Based Microcontrollers. اوكي، فاحنا بنتكلم هنا الكورس نيم Microprocessor Based Systems، والتكست بيتكلم عن Cortex-M Based Microcontrollers مش Microprocessors. الانترودكشن بتاعت الكورس بتاعنا اللي هنبتديها يعني بعد ما نخلص الاستعراض ده بتاع الكورس ممتاز. الانترودكشن هتعرفنا بالترمينولوجي دي وايه الفروق بين استخدام كلمة مايكرو بروسيسور، مايكرو كنترولر، مايكرو بروسيسور بيز سيستم، امبيدد سيستم. الحاجات دي هنتعرف عليها في الانترودكشن. في كذلك تكست تاني افيلبل بي دي اف على الانترنت اللي هو باي جوناثان فالفينو. جوناثان فالفينو ده لي العديد من التكست بوكس، وهو بيدرس في تكساس ولي مؤلفات كتيرة في مجال الامبيد سيستمز والمايكرو كنترولرز، وهي مؤلفات كويسة يعني وقيمة وفيها examples كويسة. فده هيكون أيضا معانا في
كتكست للكورس. التكست الأولاني أنا يعني هو اعتمدته لأن هو الريفرنس بتاع ARM University Program. ARM University Program ده بروجرام للإديوكيشن، هو مش بروجرام يعني معناه كمبيوتر بروجرام، لا هو يعني كأنه نظام عمل أو يعني نقول طريق لتدريس الارم مايكرو الارم تكنيكس الارم اركيتكتشر والمايكرو كنترولرز اللي هي بيزد على الارم اركيتكتشر. وده اللي ألفته الشركة أساسا اللي هي صممت الارم اركيتكتشر، يعني to promote الاركيتكتشر بتاعهم وتعليم أو تخريج أجيال من المهندسين تعتمد التكنولوجي بتاعتهم اللي هي الارم تكنولوجي. هم أتاحوا educational program اسمه ARM University program لمساعدة الـ instructors في الـ universities لتقديم الـ ARM technology كبيز لدراسة أو لفهم الـ ARM technology. They promote their technology من خلال تدريس التكنولوجي دي في اليونيفرسيتيز، وبالتالي ضمان ان في جيل طالع هي ادوبت التكنولوجي بتاعته. فهو ده الريفرنس اللي بتعتمده ARM University Program، وهو تكست كويس بصراحه. يعني هو مش هيغطي كل حاجه، سيغطي اغلب الحاجات اللي هندرسها. في بعض الحاجات كده يعني هنلاقي ان جوناثان فالفينو في التكست بتاعه يمكن يكون أوضح فيها. أما عن الإنترنت ريسورسز، حاجات كتير وفيها تفاصيل كتير، إحنا مش هتكون دي موضع يعني دراسة مستفيضة، ولكن هتبقى مرجع لأي واحد فيكو. يعني هو يعني بيقرأ حاجات في الكورس بتاعنا وعايز معينة مثلا interesting بالنسبة له وعايز يشوف الديتيلز بتاعتها، ممكن يرجع لي أصلاً هي شركة موتورولا في الأصل خالص، وفي الآخر تطورت إلى شركة وبعدين إلى شركة تانية. فيعني الشركات اللي هي الانترناشنال دي الشركات الأكبر بتستحوذ على الشركات اللي أصغر منها، يعني بتشتريها على بعضها كده بكل حاجة، مبانيها بموظفيها بالمعاملها كل شيء يستحوذ عليه، وبيصبح الشركة دي تابعة للشركة الأخرى. فالشركة اللي هي بتنتج المايكرو كنترولر اللي احنا هندرسه هي NXP اللي هي كانت زمان اسمها فيليبس. الشركة دي استحوذت على فري سكيل، شركة فري سكيل اللي كانت في الأصل جزء من موتورولا وانفصلت عنه. الجزء ده كان خاص بالمايكرو كنترولرز وانفصل عن شركة موتورولا وأصبح اسمه فري سكيل، وبعد سنين جات NXP واستحوذت على
الشركة دي سكيل، واصبحت الاسم الشركة الكبيرة اللي هي ان اكس بي. دي شركة في اوروبا، هي انترناشونال طبعا، ولكن هي شركة اوروبية اللي هي اصلا فيليبس الهولندي. فده المانيوال، ده موجود على الانترنت، المانيوال بتاع المايكرو كنترولر ده الريفرنس بتاعنا لمعرفة انت عايز تشوفه في المايكرو كنترولر ده. المايكرو كنترولر ده بيزد على الارم، على الارم تكنولوجي، والارم تكنولوجي تطورت اجيال واحد ورا الثاني. فالمايكرو كنترولر ده بيزد على الارم بروسيسور اللي هو فيرجن 6 ام، و المانيوال بتاع بيديك تفاصيل المايكرو بروسيسور اللي هو الكور، الكور بتاع المايكرو كنترولر، الكور بتاع المايكرو كنترولر اللي هو السنترال بروسيسنج يونت بتاعته، والاركتكتشر بتاعها، التفاصيل بتاعتها، والانستراكشن سيت بدقائقها، وازاي يتعامل مع الميموري، وازاي يتعامل مع الاي او، تفاصيل الكور بيتعامل مع كل شيء حواليه ازاي، ده موجوده في المانيوال الثاني ده. المايكرو كنترولر اللي هو اندر انفستيجيشن داخل الكورس بتاعنا، محطوط في بورد، ديفلوبمنت بورد، يعني فور اكسبيرمنتس عشان تجرب عليه، لان هو المايكرو كنترولر عباره عن تشيب. طب انا عايز اتعامل مع التشيب ازاي دي؟ هتعامل معاها انها انستولد على بورد صغير، البورد ده فيه كونكتورز اقدر اوصل بيه حاجات معينه، وعليه فيو كومبوننتس زي ليدز، في ليد واحد بس ولكنه ريد جرين بلو بالوان يعني، وفي ريسيت باتون، وفي كونكتورز يعني يو اس بي كونكتور، وفي تاتش سكرين صغيره، يعني في كومبوننتس من خلالها اقدر اتعامل مع المايكرو كنترولر. البرنامج هيشتغل ازاي، ادي له ايه ويديني ايه، بيتصرف ازاي، اشوف البرنامج بتاعي اشتغل واشتغل صح ولا لا. فالبورد ده انستولد عليه المايكرو كنترولر، اللي من خلال الكمبيوتر بتاعي احمل عليه البروجرامز، الكود اللي انا عملته احمله عليه، واعمل تيست على البورد، بيديني وسائل ان انا ادخل حاجات واشوف حاجات عشان اعمل تيست على الكود بتاعي لغايه ما اشغله صح. واخيرا السوفت وير ديفلوبمنت Integrated Development Environment الـ IDE، اللي هو الـ Environment اللي من خلاله أقدر Develop Programs Develop Projects Software Projects، أدخل الكود بتاعي أعمله Compilation، أشوفه إن هو Free of Compilation Errors، وبعدين اعمله داونلود على الهاردوير، او ان انا اشغله داخل البي سي بتاعي، يعني اشغل الكود سيميوليشن، يعني اشغله على البي سي واقدر اعمل تيست للكود شغال صح ولا لا. بعد اذنك يا دكتور. نعم، هو بس كان في ناس بعت ريكويست للتيم، فممكن تقبلهم بس؟ طلبت مني طلب مش عارف انا هقدر اعمله دلوقتي ولا لا. ف انا لو رحت هنا
how to accept ال الريكوست. يا فين انا على يا فين الريكوست؟ طب حضرتك افتح الويندو التانية بتاعت تيمز كده. مش عارف I can't find تقريبا فوق في الاكتيفيتي فوق على الشمال. المجموعة دي هي تمام. هو حضرتك ممكن تعمل اكسبت تقول هتقبلهم مرة واحدة. دول يا شكرا يا دكتور. اوكي ثلاثة دول مش كده؟ مظبوط شعبان وأميرة وأنس. تمام. اوكي طيب احنا نكمل الكلام بتاعنا. فالاي دي اي هو الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت اللي هو من خلاله بطور السوفت وير بروجكتس بتاعتي، اكتب الكود اعمل له كومبايليشن الينكت مع اي لايبراري جاهزه موجوده، اضيف حاجات الى الكود بتاعي، وفي النهايه اطلع وان اكسكيوتابل كود ده اللي اقدر اعمل له داونلود على الميموري بتاعت المايكرو كنترولر واشغله وممكن يشتغل على البورد وهو كونكتد للبي سي، واقدر اعمل تيست للبورد وهو كونكتد للبي سي واشوف الكود بتاعي بيشتغل ازاي لغايه ما اتاكد ان الكود بتاعي اشتغل بشكل صحيح. عن الكورس كونتنت، هو احنا عندنا الترم انا شفت في الكالندر بتاعتنا هيبقى 12 اسبوع. الكورس 12 اسبوع، هنستغل ال 12 اسبوع دول لتدريس التوبكس اللي هي قدامنا دي. النهارده هنبتدي بنعمل انترودكشن للامبيدد سيستمز والمايكرو كنترولرز والهاردوير والسوفت وير ديفلوبمنت تولز. دي هيكون موضوعنا النهارده. بعد كده هنخش في تفاصيل للمايكرو كنترولر اللي احنا اخترناه اللي هو KL25Z. هنخش في التفاصيل بتاعته، هنشوف هو بيزد على الار فيرجن 6. هنشوف السي بي يو اللي هو الار سي بي يو اركيتكتشر بتاعها والبروجرامرز موديل، الموديل اللي هو من خلاله البروجرامر بيقدر يستغل السي بي يو في تنفيذ الكود. يبقى فاهم السي بي يو دي بتعمل ايه بالظبط، والكود اللي انا هكتبه ده ايه هو بيتنفذ ازاي. و الميموري انواعها، و السي بي يو بتشوفها ازاي، الكود بتاعك يشوفها ازاي، بيشوف الرام فين، بيشوف الروم فين، يعمل لها ادريسنج ازاي، بيتعامل معاها بايت باي بايت ولا وورد باي وورد، والوورد السايز بتاعها قد ايه، والبريفرالز. البريفرالز دي هي اللي من خلالها في انتر اكشن ما بين السي بي يو والكود اللي بيتنفذ على السي بي يو وما بين الاوتسايد وورد. يعني انا عشان انفذ كود، الكود ده مش هيبقى يعني ملوش اتصال بالخارج، لا الكود ده عشان يعني يبقى ليه فايده
لازم يشوف الدنيا اللي حواليه فيها ايه، وبناء على اللي بيشوفه ده ايه، بيشوف اليوزر طلباته ايه، بيشوف الحاجة اللي بيتعامل معاها شغالة ازاي، وطبقا لمتطلبات اليوزر واللي هو شايفه مع السيستم اللي هو بيتعامل معاه بيوفق طلبات اليوزر عشان يخلي السيستم يمشي بالطريقة اللي هو اليوزر عايزه يمشي بيها. البريفرالز هي وسائل التعامل ما بين الكود داخل السي بي يو بيتنافس داخل السي بي يو والاوتسايد وورلد، سواء كان السيجنالز اللي بيشوفها دي من الاوتسايد وورلد دي كانت ديجيتال عبارة عن بيتس او كانت انالوج، لان ممكن يتعامل مع كنترول سيستم فلازم يقيس مثلا التمبريتشر. التمبريتشر دي ما هياش باينري، التمبريتشر اصلا دي فيزيكال فاريبل بيحوله عن طريق سنسور زي مثلا ثيرموكابل يحوله الى فولتج، الفولتج ده بيقراه يحوله الى ديجيتال فورم عشان الكود يقدر يتعامل يعمل بروسيسنج للفاليو اللي هي الديجيتال فاليو اللي تعبر عن التمبريتشر. يعني هو بياخد ديجيتال فاليو تمثل التمبريتشر اللي هي انالوج فاليو من فيزيكال فاريبل يقدر يتعامل معاها داخل الكود. ف ديجيتال اي او، هنشوف الديجيتال اي او، ديجيتال انبوت ديجيتال اوتبوت، يعني تعامل مع سويتشز او ليدز او باتونز او ال سي دي، او يتعامل مع انالوج سيجنال جاياله من سنسورز، تمبريتشر سنسور، بريشر سنسور، لايت انتنسيتي سنسور، يتعامل معاها ويقدر يفهمها الكود، يحولها تتحول الى ديجيتال عشان الكود يفهمها وياخد يعملها بروسيسنج وياخد قرارات بناء على البروسيسنج بتاعها. الارم كورتكس ام زيرو هو ده الكور، هو البروسيسور اللي هو هيتبني عليه او اتبنى عليه المايكرو كنترولر اللي احنا بندرسه. هنتعرف على الريجسترز بتاعته، الميموري ماب بيشوفها ازاي، ميموري ماب بيشوفها ازاي، فين الروم فين الرام، بيعمل لها ادريسنج ازاي، فالادريسنج مودز هنعرفها، ونتعرف على الانستراكشن سيت. الانستراكشن سيت هي مجموعه الانستراكشنز اللي بيستطيع الكور ده انه ينفذها، يعني هي البروجرام هي الكود، هي في النهايه الكود اللي بيتنفذ. ايه الانستراكشن سيت؟ سواء كانت داتا ترانسفير بينقل داتا من مكان لمكان بيجيبها من الميموري او يخزنها في الميموري، بينقلها من ريجستر لريجستر، و الاريثمتيك واللوجيك انستراكشنز، اريثمتيك واللوجيك انستراكشنز اللي هي اديشن سبتراكشن، يعمل اندنج يعمل كومباريزون، وكذلك البرانش انستراكشنز او الجامب انستراكشنز اللي هي بيسموها الفلو كنترول، يعني الفلو بتاع البروجرام يمشي ازاي، يمشي سيكونس كده وانستراكشنز ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ولا يمكن يعمل برانشنج بناء على ديسيجن معين، يعمل برانشنج ينفذ حاجه لو حصل دي، لو ما حصلتش ينفذ حاجه تانية. فدي بتبقى برانشنج، كونديشنال برانشنج. فهنتعرف على الانستراكشن سيت
طبعا هي يعني سيت، مش هنعمل كومبريهنسيف ستادي للانستراكشن سيت، ولكن الكاتيجوريز الاساسيه بتاعتها و ايه اهم انستراكشنز داخل كل كاتيجوري، وازاي بيهاندل الاوبيراندز بكل انستراكشن من اللي هندرسه. ده كله دراسه للسي بي يو، الاركتكتشر بتاع السي بي يو والبروجرامرز موديل بتاعها وكيف يتعامل مع الميموري وكيف ينظر الى البريفيرالز. نيجي بقى لايه نقطه معينه اللي هي بدايات الاي او، بدايات الاي او فين الانبوت يعملوا ازاي والافوت. الانبوت والافوت في two types of signals for input or output أو for signals in general. يا إما تكون السيجنال دي in digital form عبارة عن bits أو تكون in analog form. إما تكون digital I/O أو تكون analog I/O. analog I/O زي ما شفنا اللي هي جاية من sensors. sensors بتقيس physical variables، فدي طبعا physical variables دول بيمثلوا analog signal، فبيقرأ analog signal، عنده إمكانية ان هو يقرأ analog signal وكذلك يطلع analog signal، يعني يعمل input لanalog signal او output لanalog signal. لو عايز يعمل control على valve هيعمل control على valve، لو valve ده مش on off يعني مش بيفتح خالص او بيقفل خالص، لا بيعمل فتح لدرجه معينه بيعمل كنترول على فلو، فانت عايز تعمل كنترول على الفالف ده عشان تعمل كنترول على فلو، فانت بتطلع لي انالوج سيجنال مش بس اون اوف باينري كده اما يفتح خالص اما يقفل خالص، لا انت بتعمل كنترول على الفالف عشان تعمل كنترول على الفلو، فدي برضه تكون انالوج سيجنال. اما الديجيتال سيجنال هي ابسط فور بيتعامل معاها، مش محتاجه تحويل، هي اصلا هو شغله كله باينري، وبالتالي لو بيطلع هيطلع باينري برضه، لو بيدخل بيدخل باينري ايضا، مش محتاج لعمليه كونفرجن من انالوج الى ديجيتال، بالعكس من ديجيتال الى انالوج، او كذلك من انالوج الى ديجيتال لو هو بيعمل انبوت. فأول حاجة في التعامل مع الاكسترنال وورد هيكون تعامل مع الديجيتال اي او، عادة بيسمى جنرال بيربوز اي او او جي بي اي او. جي بي اي او جنرال بيربوز اي او هو ازاي يقرا باينري او يطلع باينري، تو ريد تو انبوت او تو رايت تو اوت باينري بيتس، فده بيسموه جي بي اي او. ازاي نعمل بروجرامينج للمايكرو كنترولر؟ ممكن تعملوا بروجرامينج ان سي، ممكن تعملوا programming in assembly C أو assembly. هنشوف الطريقتين دول، الأسهل طبعا هي C، الأصعب هي assembly، لكن assembly ليها مميزات لا تتوفر في ال C. كونك تشتغل assembly يعني تشتغل قريب جدا من الهاردوير بتاعك، كونك تشتغل قريب جدا من الهاردوير بتاعك معناها you can optimize your code، لان انت عارف بالضبط تفاصيل تنفيذ الكود ده هتيجي ازاي، فانت بتستغل كل ما في الاركتكتشر بتاعك، كل ما في السي بي يو بتاعتك بالطريقه المثلى، تستغلها بالطريقه المثلى عشان تحصل على احسن كود. احسن كود من نقطتين، من وجهه نظر حاجتين، حاجتين دول ايه هما؟
السبيد اوف اكسكيوشن. سبيد اوف اكسكيوشن بتلاقي ان لما تكتب انت بروجرام وانت عارف بالظبط هنا ده ايه وده ايه وده ايه وهتعمل دي ازاي وتعمل دي ازاي بالادوات الاوليه اللي موجوده في السي بي يو، هتستخدم الادوات دي باحسن طريقه ممكنه ويتم التنفيذ باسرع. السبيد اوف اكسكيوشن مع الاسامبلي بتكون بيتر. النقطه الثانيه انك بتعمل اوبتمايزيشن للسايز بتاع الكود اللي هيطلع. انت لما تكتب بروجرام ان سي اللي بيحصل ايه؟ ان السي كومبايلر في النهايه بيترجمه لك الى ماشين انستراكشنز، فهو عنده طرق معينه ان الستمنتس دي في ودي بتترجم بالشكل ده ودي بتترجم بالشكل ده. في كومبايلرز بتعمل اوبتمايزيشن للكود اللي بيطلع، لكن في النهايه it's a machine that optimizes the resulting code. ماشين مش هيومن بينج. الهيومن بينج بيفكر طبعا بطريقه احسن. فالاكسبرت بروجرامر ممكن يطلع كود، او في الغالب هو هيطلع كود للماشين احسن من الكومبايلر لما يطلع كود، حتى لو الكومبايلر ده بيعمل اوبتمايزيشن فيز، بيمشي فيز يعمل اوبتمايزيشن للكود اللي هيطلع، لكن الانسان اللي هو اكسبرت بروجرامر يقدر يطلع كود متوقع يكون الافضل من اللي طالع من الكومبايلر، لان الكومبايلر في النهايه هو عباره عن بروجرام شغال على ماشين بينفذ الحاجات المطلوبه طبقا لقواعد معينه. لكن اللي بيفكر كده وبيبص ويشوف الانسان يعني هيطلع نتيجه بالتاكيد احسن من نقطتين قلنا السبيد اوف اكسكيوشن، نقطه ثانيه السايز اوف ذا كود، سمول سايز اوف ذا كود. سبيد اوف اكسكيوشن طبعا احنا يعني شيء مطلوب جدا ان انت تطلع بروجرام يتنفذ باسرع ما يكون. ليه؟ لانه بيتعامل مع اكسترنال وورد، فلازم الريسبونس بتاعه للايفنتس اللي بتحصل في الاكسترنال وورد دي تكون سريعه جدا. لو هو مش قادر يلاحق الايفنتس اللي بتحصل، الفريكوانسي اوف ايفنتس اللي بتحصل، مش هيقدر ينفذ المطلوب، هيقصر اداؤه عن تنفيذ المطلوب. لكن لو الكود مكتوب بطريقة efficient يشتغل بأسرع ما يكون، يقدر يلاحق الـ events اللي ممكن تحصل، بالإضافة إلى أن الكود اللي طالع بيبقى صغير، فبالتالي مش هحتاج أنا إلى memory كبير، مش هحتاج إلى size من الميموري كبير. أنا ممكن أكتب كود مثلا size بتاعه within 32 كيلو مثلا، 32 كيلو بايتس. لكن لو مثلا تحطيت ال 32 كيلو بايتس دي واحتجت مثلا 50 كيلو بايتس يعني معناها هطلع لمستوى مثلا اللي هو 64 كيلو بايتس، طبعا ضاعفت السايز بتاعت الميموري اللي انا استخدمتها، معناها ان انا لازم استخدم مايكرو كنترولر السايز بتاعت الميموري بتاعته اكبر، معناها بدفع فلوس اكتر. فانا لو بعمل ماس برودكشن للبرودكت بداية دي تكلفه كبيره. لو انا بنتج مئات والاف من السيستمز الامبيد سيستمز بتاعتي واستخدمت لها 64 كيلو بدل 32 كيلو، هتكلف اكتر والبرودكت بتاعي سعره هيزيد، وده طبعا شيء مش مطلوب. بعد استعراض النقطتين دول هنخش في كونسبت اللي هو الانتربتس، وده انا بعتبره من اهم الكونسبت اللي لازم نتعرف عليها في الامبيدد سيستمز والمايكرو بروسيسور بيزد سيستمز.
انتربتس ده اساس في عمل الامبيدد سيستمز، شيء اساسي في عمل الامبيدد سيستمز، واللي بيفهمه كويس ويستغله كويس هيستطيع انه ينتج ابلكيشن افيشنت. الانتربتس معناها ان المايكرو كنترولر بدل ما يظل يراقب كل من حوله، كل من حوله اللي هو متوصل بيهم، يعني كل شيء متوصل بيه، بدل ما يراقب كل شيء متوصل بيه ويشوف حالتهم ايه وبناء عليه يتصرف معاهم ازاي، لا انا هسيب الدنيا تمشي حواليا، هسيب الدنيا تمشي حواليا، واللي عايز حاجة بيقدم لي طلب، عايز حاجة بيقدم لي طلب وانا اشوف هو طلبه ايه وهاندل الطلب بتاعه. الطلب ده بيقدم في صورة انتربت، في صورة انتربت. اي حد عايز سيرفيس من السي بي يو من المايكرو كنترولر هيقدم انتربت، الانتربت ده هيصل الى البروجرام بتاعي السي بي يو، تعرف ايه المطلوب تروح تنفذ ايه المطلوب، تديله سيرفيس اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايزه، ولو حد تاني طلب حاجة بتقدم له سيرفيس بتاعته هو. فبالتالي بدل ما السي بي يو تظل مشغولة، تفضل تلف على الناس اللي حواليها دي كلها، انت عايز ايه انت عايز ايه انت عايز ايه، لا انا ممكن اكون في حالة سبات عشان اوفر باور، حالة السبات دي اوفر باور، اي حد عايز مني اي حاجة يقدم لي طلب، هدي له سيرفيس اللي هو عايزها وارجع تاني، لو حد تاني عايز حاجة تاني هقدم له سيرفيس بتاعته. ده يقتضي طبعا ان السيرفيسز المطلوبة، الفريكونسي بتاع السيرفيسز المطلوبة دي تبقى within السبيد بتاعة البروسيسور وتنفيذ الكود، عشان ابدي سيرفيس لده وبعدين ادي سيرفيس لده لما يطلبها، ولو حصل ان حد تاني طلب في النص سيرفيس هتصرف معاه ازاي، هسيب دول واديله السيرفيس اللي هو عايزها اللي هو برايورتي بتاعته اعلى، وبعدين ارجع اكمل مع الاولانيين. تنظيم تناول الانتربتس، هاو تو هاندل انتربتس، ده موضوع اللي بيستوعبه كويس ويقدر يستخدمه كويس بينتج ابلكيشن على المايكرو كنترولر ابلكيشن افيشنت. اخر حاجه يمكن هنوصل لها اللي هي الانالوج انبوت مع اوتبوت، اللي هي تقابل الديجيتال انبوت واوتبوت. طبقا لظروف الكورس هنمشي السبيد اللي هنمشي بيها ازاي، يمكن نضيف توبيك اخر اللي هو التايمرز، قد يكون عندنا نضيف التايمرز وقد لا يكون عندنا وقت. واللي مش هنلحقه في الكورس ده، اللي هياخده معانا الكورس الثاني اللي هو الامبيدد سيستم اللي هو الكتيف في الترم الثاني، الكورس الالكتيف ده هيكمل المواضيع دي مع اضافات اخرى، اللي مش هنلحقه هنا هنكمله هناك واشياء اخرى، يعني مش انكلودد في نفس المسار اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. فدي الكورس كونتنتس بتاعتنا اللي هي تتوزع على 12 اسبوع. اما عن التيوتوريالز واللابس، لائحه 2003 اللي هي الكورس ده متوصف عليها، للاسف ما فيهاش لابس، ما فيش فيها تايم لللاب، ولكن في تيوتوريالز. فالتيوتوريالز هيكون فيها زي ما تعودين في اي تيوتوريال، ان هو في بروبلم سيتس اللي احنا بنسميها شيت، الشيت، وفي حل للمسائل اللي هتيجي في الشيت، هي بتبقى اسئله اكتر منها مسائل يعني. الكورس ده يعني مش زي مثلا كورس الكنترول، الكنترول بيديك سيستم يقول لك حلله وتصمم له
الكنترولر بتاعه عشان يديك سبيسيفيكيشنز معينه بالارقام وكده. لا الكورس ده مش كده. فالكورس ده معرفي شويه و يعني الجزء العملي فيه مهم، فياريت كل واحد كده يفكر ان هو مع مجموعه صغيره من الزملاء الاقربين يعني في البورد اللي هو هنشتغل عليه، البورد اللي هو الفريدوم KL25Z. البورد ده زملائكم السنه اللي فاتت اشتروه واستفادوا منه فعلا في الترمين. يعني اللي كان لي اكسس للبورد ده واشتغل فعلا عملي، يعني يشوف الحاجه اللي هو بيسمعها ويعني ياخد تفاصيلها سواء في المحاضره او في التيوتوريال، لو قدر ينفذها على البورد ده ياخد خبره مش هتتوفر لي اللي ما اشتغلش على البورد ده ابدا. في فرق ما بين اللي هيشتغل على البورد فعلا عملي واللي مش قادر يشتغل على البورد عملي. يا ريت زي بتوع السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها ما عملوش للاسف، يعني يمكن كان مجموعه صغيره اللي اشترت البورد ده والباقي لا. فانا كنت شايف المستوى مش قوي، لكن السنه اللي فاتت الطلبه اجتهدت واشترت البورد ده، فكان التفاعل مع حتى التوتوريال التفاعل بيبقى احسن كتير. فاحنا ما عندناش لاب للاسف في الكورس ده، في التوصيف بتاعه ما فيش حاجه اسمها لاب، في تيوتوريالز فقط. فالتيوتوريالز دي مهندس عمرو يعني هيعرض على الكمبيوتر بتاعه، هيعرض مفاهيم اساسيه وازاي يستخدم الكومبايلر والاسمبلر، ازاي يعمل اكسكيوشن للكود ويحلل الاكسكيوشن بتاع الكود ده، يعمل ويعمل ديباجنج مثلا للكود اللي هي السيكونس الطبيعي اللي بيمر بيه اي سوفت وير ديفلوبر، اي ديفلوبر لابلكيشن على المايكرو كنترولر، السيكونس اللي هيمشي فيه عشان يصل من الفكره الاساسيه للابلكيشن لانه ينفذها بالفعل. هيقدر مهندس عمرو يوريها لكم على السكرين والتفاصيل بتاعت software development cycle، لكن الطالب بقى اللي هيشوف الحاجات دي وبعد كده يشتغل مع مجموعة زملاء وان هو ينفذ الحاجات دي هياخد خبرة بالتأكيد احسن كتير. فاحنا عندنا problem sets اللي هي الشيتس فيها مسائل تتحل، mostly it's أسئلة يعني it's questions و answers ليها. هنستخدم ال IDE Integrated Development Environment من كايل. كايل ده شركة هي أصلا ألمانية ولكن ARM تكنولوجي مستحوذين عليها هم، يعني دول زي ما يكون الذراع العملي بتاعهم في الكومبايلرز والاسامبلرز والسيميوليشن وكده. فهنستخدم احنا الفري كايل فيرجن، لان الكايل ده ليها فيرجنز، في واحده فري فور اديوكيشن وفي مستويين تانيين اعلى في امكانيات اكبر للديفلوبمنت لبروجكت براكتيكال بروجكت براكتيكال بروجكت للاندستري. فاحنا هنشوف الاديوكيشنال فيرجن دي مجاني، فكل واحد ده دي مجاني بقى ما فيش فيها حاجه، يعني الكايل دي مجاني، تعمل داونلود عندك وتشتغل عليه. في هيبقى فيه لاب فيديوز باستخدام الامبيد. الامبيد ده على الكلاود، على الكلاود في كومبايلر وفي امكانيات اخرى، يعني مش هنخش في تفاصيلها دلوقتي،
لكن اتليست في كومبايلر للار و يتعرف على الامكانيات اللي موجوده في البورد بتاع المايكرو كنترولر اللي هو فريدم KL25Z. ففي مجموعه فيديوز لاب فيديوز هننزلها على ال ام اس. يعني المحاضرات ك بي دي اف الليكتشر نوتس بي دي اف هتنزل على ال ام اس ومعاها برضو لاب فيديوز جاست فيو يعني لاب فيديوز كل واحد في وقته بتوريك اكسبيرمنتس يعني بتوريك اكسبيرمنتس على البورد بتاعنا. اكسبيرمنتس دي انت هتشوفها لكن انا متاكد ان انت لو هتعملها بايدك هتستفيد اكتر. ده بالنسبه للنشاط الاخر غير الليكتشرز. هنعمل ايه في السكشن ونستعيد عن اللابس بايه في شويه فيديوز نشوف ايه اللي بيحصل. اما عن الجريدنج بوليسي فالكورس ده التوتال ماركس بتاعته 150. عندك 150 درجه منهم 110 للفاينل اكزام which is too much يعني بس ده اللي حاصل بقى. اللائحه اللي هي 2003 اللي هي انتوا اخر ناس تمشوا على اللائحه دي. الفاينل اكزام عليه 110 والترم ورك اللي هي اعمال السنه من 40. اعمال السنه من 40 هنقسمها 20 درجه على بروجكت ترم بروجكت تقدمه في اخر الترم. هو للاسف السنه اللي فاتت والسنين اللي فاتت كان بيقدموا الطلبه بعد الفاينل وده بيتهيألي مش كويس. احنا هنقدمه هنحاول يعني نفورميوليت البروجكتس بتاعتكم بدري شويه عشان تشتغلوا عليها وتقدموها قبل الفاينلز يعني في نهايه الترم قبل ما في الاسبوع الاخير اللي بيبقى فاضي ده مثلا في اخر الترم قبل بدايه الفاينلز. بالاضافه الى سم اسايمنتس دي عليها 10 درجات 20 قلنا على الترم بروجكت 10 درجات على اسايمنتس والكويزز هتبقى 10. ما بين ال10 دي وال10 دي اللي هي الكويزز والاسايمنتس يمكن يعني ايه نتبادل شويه الدرجات يعني حسب عدد الكويزز اللي هنعملها هندي عليها ويت وحسب الاسايمنتس اللي هنعملها برضه هنعمل عليها ويت. لكن ده ان جنرال توزيع الدرجات. ده ال الكورس كونتنتس طبقا لرؤيتي انا يعني انا يعني حطيت الكونتنتس دي هتبعت لكم برضه يعني الصفحتين دول بتوع الوورد فايل ده هيبعت لكم. ده توصيف الكورس ده طبقا للائحه بتاعت 2003 موصفه الكورس ده بالطريقه يعني حتى مكتوب لكم هنا بالاحمر from department bylaws 2003 وده ميكاترونكس سنه رابعه طب في الترم الاول ياخدوا الكورس 4 hours lectures 2 hours tutorial ودي الكورس كونفرنس. برضو مفيش مانع ان انتوا تبصوا على ايه اللي موجود فيها. طبعا بما ان الكورس يعني اتوصف 2003 فده يعني قديم شويه يعني بقى لها سنين طويله فاحنا بنشتغل في سبجكت يعني التطور فيه سريع جدا. ف يعني انا هتلاقوا في اختلاف ما بين التوصيف اللي انتوا هتاخدوه ده والتوصيف اللي هو بتاع 2003 تمام.
دلوقتي انا اتمنى منكم انه انتوا دلوقتي سمعتوا الكلام ده، عرفتوا احنا ناويين مع بعض نقدم ايه. ففرصة دلوقتي تقدر تكلمني وتقول لي لا طيب فين تعليقك يعني على ايه اللي 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 اللي, اللي انت هتاخده ده. شوف انت كنت متوقع ايه دلوقتي، انت مقدم على ايه. لو انت عندك رأي في الاول كده يا ريت انك انت تقدمه لنا نشوفه مع بعض. دكتور ايوه هل كده كده الكنترولر اللي احنا بنستعمله ده قديم مثلا؟ يعني الاتميجا منه الايه الاتميجا الاي في ار مثلا، هل هو اجد؟ انا هقول لك على حاجه. انت هتشوف ان المايكرو كنترولر ده بتاعنا الكور الاساسي بتاعه اللي هو ام 0 بلس كورتكس ام 0 بلس، البورد اللي اتبنى عليه هتشوف ان في يعني مسابقه عالميه على مستوى اوروبا والشرق الاوسط قبل العالم كله، يعني على مستوى العالم كله لغايه دلوقتي بتتعمل سنويا بيزد على البورد ده لل ازاي تتحكم في توي عباره عن فيكل يديك مواصفات معينه. هو ممكن يبعت لك الباكج على بعضها، الفيكل دي اللي هي كانها عربيه لعبه وعليها البورد ده والسنسورز والاكتويترز بتاعتها، وبيديك مسابقه ان انت مثلا عليك تعمل التراك الفلاني ده بيوصف لك تراك معين وتعمل اوبستكل افويدنس على التراك ده وشوفوا مين احسن تيم هيحقق المطلوب من البروجكت ازاي يمشي في التراك ويعمل اوبستكل افويدنس صحيح، الريسبونس بتاعه يبقى صحيح وبياخد جايزه. يعني بتعقد المسابقه واحسن تيم بياخد جايزه، فيمكن 6000 دولار ولا مش فاكر انا الرقم كام، يعني كان الجايزه اللي بيعملها. ف المايكرو كنترولر ده is very efficient، وفي الباور في استهلاكه للباور is very very efficient. ف it's very popular، it's a very popular micro controller. يعني في مايكرو في مايكرو يعني مايكرو كنترولرز مثلا اللي هي المستخدمه في السمارت فونز. فالمستخدمة في السمارت فونز دي بيبقى كاتيجوري عالي وليه أغراض معينة مش تناسب انترودكتوري كورس للمايكرو كنترولرز، خصوصا لطلبة ميكاترونكس. طلبة ميكاترونكس مطلوب منه أن يستخدم المايكرو كنترولرز دي in systems practical systems for control، ممكن فور سيجنال بروسيسنج برضو شويه الى حد ما يعني، انما بيسيكالي فور كنترول وديستريبيوتد سيستمز والحاجات دي. فاحنا مش هنطلع لمايكرو كنترولرز بتستخدم في جنرال بيربز كومبيوتنج زي السمارت فونز، لا ده مش التخصص بتاعنا. انا مش بعمل موبايل ابلكيشنز، مش مطلوب مني ان انا اعمل في النهايه موبايل ابلكيشنز، لا أنا مطلوب مني أعمل embedded systems dedicated لحاجة معينة، مثلا كوبتر كنترول في الأوتوموتيف إندستري، روبوتكس، ده المطلوب مني كخريج ميكاترونكس، مش مطلوب مني إن أنا أعمل موبايل أبليكيشن. فالكاتيجوري بتاع المايكرو كنترولرز اللي هي مستخدمه فور جنرال بيربوس ابلكيشن مش هتكون دي يعني موضع دراستنا، لانها مش هتبقى موجهه للابلكيشنز اللي احنا طلبه مفروض خريجين نتعامل معها.
فطبعا ده ما هوش الادج تكنولوجي والكابابيلتيز، لا في غيره سوفيستيكيتد اكتر منه، ولكن مش هو ده، مش هو ده المطلوب مننا. لكن اللي احنا اخترناه ده بيغطي كونسبتس مهمه جدا ومتعدده، وبيفهمنا ايه المطلوب طالما احنا في الفيلد بتاعنا، تطمئنوا ان هو ده يعني it's a very good choice. وحتى الارم يونيفرسيتي بروجرام هو ده اللي بيستخدموه للتقديم للطلبة. حد تاني تعليق اخر او سؤال؟ حاجة تبع الـ embedded وكده، فكنت اشتريت بوردة تيفا سي. هل كده كده هي ARM based برضو، بس هي M4 M0؟ M4 مش M0 مش كده؟ في النهاية ممكن تشتغل كل الـ applications اللي احنا عايزينها. يعني الـ M4 طبعا كـ processor أعلى من الـ M0 في features معينة ازيد، ولكن مش هنتعرض ليها في الكورس بتاعنا. الكورس بتاعنا مش هيحتاج الفيتشرز دي. تمام، يعني انا كده مش محتاج اشتري البوردة ام دي، صح؟ صح. بس هقول لك حاجه، التيفا اللي هي الام اللي بيزد على الام 4 ده، لو جيت يعني هو احنا يمكن الكورس اللي جاي اللي هو التاني اللي هو embedded systems هنستخدم الكلاود اللي هو الامبد MBED embed الامبد.com. ده من خلال الانفايرمنت اللي هتشتغل بيه ده بيتعامل مع قول مثلا 100، دلوقتي ممكن يكون اكتر، ممكن يكون 200، الله اعلم يعني، يمكن لانه بيزود عدد البوردز اللي بيقدر يتعامل معها. وقت ما انا اشتغلناه السنه اللي فاتت كان بيسبورت يمكن حوالي 100 مايكرو كنترولر بوردز مختلف، منهم ال كي ال 25 زد اللي هو من ان اكس بي، فاللي هو اي ريكومند انكم يعني تكون ده هو البورد بتاعكم. ف وقتها ما كانش الامبيد بيسبورت التيفا ده. هل حاليا بيسبورت التيفا ولا لا؟ ما اعرفش، لان تيفا من تكساس. هل في دلوقتي تعاون مع ما بين الامبيد والتكساس بحيث ان المايكرو كنترول بوردز بتاعتهم يقدر الامبيد يتعامل معاها؟ ده انا ما اضمنوش، يعني انت لازم تبحث بنفسك دلوقتي وتشوف هل البورد بتاعك ده supported في الامبيد ولا لا. والامبيد ده على فكره يعني it's a very useful and helpful environment في الكلاود لل ARM development. عشان تعمل development للامبيدد سيستم based على الARM والARM processors، الامبيد ده بيساعدك جدا جدا جدا. فهل التيفا بورد سبورتد النهارده ولا لا؟ ابحث بنفسك. لو مش سبورتد هتقدر تشتغل، بس انا شايف ان كونك تشتغل بالامبيد هيبقى قيمه كبيره ليك وانت يعني بتعمل، وهيسهلك جدا في تطوير الابلكيشن بتاعتك. شكرا. هي كده جاوبتك على استفسارك؟ واضح واضح اللي انا المطلوب. تمام يا دكتور، شكرا. يلا يا دكتور. اتفضل. كنت عايز اسال، هو المايكرو كنترولر اللي احنا نشتغل بيه ده حاجه اندستريال، يعني في شركات بتتعامل معاه، ولا هو جاست اديوكيشنال عشان نقدر نتعلم عليه وكده؟ لا مش اديوكيشنال، اندستريال. واندستريال ويعني في صفه كويسه جدا اللي هو لو باور،
الامبيد سيستم من الصفات المهمه جدا اللي لازم تدور عليها لما تختار المايكرو كنترول بتاعتك، هل تشوفه هو لو باور ولا لا. لان انت ذاتك لما بتيجي تتعامل مع الموبايل بتاعك، لو حسيت ان الموبايل بتاعك اضطر تشحنه مثلا كل 12 ساعه ولا كل 10 ساعات بتبقى يعني متضايق. لكن لو انت كل 24 ساعه، كل مثلا 36 ساعه بتضطر تشحن الموبايل بتاعك، تبقى مرتاح. فكذلك الامبيدد سيستمز، عشان الامبيدد سيستم ده يشتغل فور لونج وبدون الحاجه تو ريتشارج، يو دونت هاف تو بيلد ا باور سبلاي، يبقى ليه يعني مشكله الباور في الامبيدد سيستم. فكونه يكون لو باور ده في حد ذاته قيمه كبيره للامبيدد سيستم. فده من المعروف عنه، الام 0 بلس ده من المعروف عنه ان هو فيري لو باور، الترا لو باور، فا اتس بوبولار. وبعدين اللي بيشتغل على الحاجات دي يعني هو في النهايه اتس ارم بيست، و الكونسبتس اللي بتتعرف من خلال وان مايكرو كنترولر، وان بورد اللي بتتعرف عنها، يو كان ايزلي ترانسفير لاي واحد تاني. يعني اللي احنا ندرسه ده هندرس انواع مختلفه من البريفرنس والميموري بتاعته، وهنعرف التفاصيل. الكونسبتس اللي هتعرفوها في الكورس ده are easily extended ل اي سيستم ما تقدر تشتغل عليه بعد كده. ف it's a good choice يعني. اطمئنوا كده. تمام يا دكتور، شكرا. اوكي. يلا اسئله تاني. في اسئله عن الاوتلاينز بتاعت الكورس بتاعنا؟ في اي تعليقات؟ في اي كريتيسيزم؟ اي سجستشنز؟ لو سمحت يا دكتور. نعم. السؤال بس غير سبيسيفيكيشن شويه، هو مستوى الكورس بتقول عمل الحالي في مجال الامبيدد قد ايه؟ يعني لان في ناس كتير، الدفعات اللي قبلنا كانوا ايه يعني، الدفعات اللي قبلنا كلها كانت بتطلع تاخد كورس الامبيدد كامل بايا الكليه. هل الكورس بيدعم بس هم ما كانواش بيهتموا بالكورس كفايه، ولا الكورس ما بيدعمش الجزء ده مش مغطيه بالاهتمام الكافي؟ الكورس ده انترودكتوري كورس، ده انترودكتوري كورس للامبيدد سيستم. اللي عايز يعرف اكتر بياخد الكورس التالي اللي هو الامبيدد تاني، اللي هو في الترم التاني. هقول لك حاجه، هو في فرق، في فرق انك تاخد مثلا كورس معين او دوره معينه تهيئك انك تشتغل بالحاجه الفلانيه دي بسهوله، يعني بيعرفك ايه دي، تشتغل بيها ازاي، تعرفها ازاي. الكورسات الاكاديميه بتفرق عن الكورسات اللي هي بتتاخد بره، انها بتعرفك من الاساس. تمام؟ يعني هقول لك حاجه، هقول لك مثلا الكوميونيكيشن انجينير بيدرس حاجات من اول الويفز البروباجيشن اوف ويفز، والانفورميشن اللي بيحملها على الويفز دي، وازاي بيبعتها من الانتنه، ويدرس الانتنه دي بتشتغل ازاي، وازاي بيستقبلها في الانتنه الثانيه، ويدرس الويف دي يعني بيتم ترجمتها الى سيجنال يقدر يعملها بروسيسنج ويستنتج منها الانفورميشن اللي اتبعتت، والانفورميشن اصلا دي اتبعتت ازاي، اتحملت على سيجنال دي ازاي. كل ده بيدرس ماثيماتيكالي، والباور اللي لازم تطلع مقدارها قد ايه. وفي دلوقتي السمارت انتنز اللي هي بتوجه الويف
من بدل ما ينتشر في الفراغ كله، لا تبقى موجهه كبيم، بيم توصل من بوينت لبوينت معينه عشان ما يفقدش الباور بتاعته. الحاجات دي كلها دي تدرس في الكورسات الاكاديميه اللي هي ماسكه العلم من اساسه والانجينيرنج من اساسه. مش بس انا واحد اشتغل مثلا في فودافون ولا موبينيل دلوقتي واقدر احافظ على ان النتورك شغاله، حصل عطل هنا طيب ازاي تصلح، ازاي ريبليس الحاجه اللي مش شغاله وافهمها ما اشتغلتش ليه، يعني ايه العطل ده سببه ايه واقدر اريكفر من العطل ده بسرعه ازاي. ففي فرق بين الاوبريشن انجينير والمينتنس انجينير وما بين الانجينير اللي ممكن يشتغل في الار ان دي، يشتغل في الشركات اللي بتشتغل في الريسيرش والديفلوبمنت. فده عمل وده عمل، الانجينير لازم يعرف في ده ويعرف في ده عشان يقدر يشتغل في الشركات اللي هي بتحتاجه في الاوبريشن والمينتنس، والانجينير ايضا في شركات تانية بتحتاجه في الديفلوبمنت، يبقى فاهم الحاجات دي ازاي اتعملت وبنفكر ازاي لو عايزين نطورها تتطور ازاي. ففي ده مطلوب وده مطلوب. فممكن انت تاخد كورس في الخارج، خارج الكلية، صحيح انت هتشتغل بيه هتشتغل بيه، هيفهمك الحاجات دي هنا ازاي وهنا ازاي، وتقدر تعمل embedded system وتشغله، وتقدر يعني الـ تشتغل في شركات زي سيمنز مثلا وغيرها، ان تضمن ان الانظمه بتاعتها تبقى اب اوبريشنال وما فيش اعطال، ولو حصل حاجه تلحقهم بسرعه وكل حاجه يعني. لكن ايضا لابد ان يبقى في فئه من الانجينيرز تستطيع انها تعرف بالضبط الحاجات دي اصلها ايه، اتطورت ازاي، ولو في امكانيه احنا نطورها ازاي. فده فيلد وده فيلد، وده مطلوب وده مطلوب. كورسات الاكاديميه بتحقق لك الجزء اللي هو تفهم دقائق الامور ازاي الحاجات دي اتطورت، بحيث ان انت لو رحت اشتغلت في شركه او خدت كورس، هما بيدوك في الغالب كورسات تأهيلية للأجهزة بتاعتهم دي بتشتغل ازاي وبتعمل ايه، فتستطيع ان انت تكتسب بسرعة الخبرة دي، او انك تشتغل في شركات زي ارم مثلا. يعني ممكن why not ان حد يشتغل في شركة ارم، الحاجات دي يعرف اتطورت ازاي، ولو في إمكانية بعد كده تتطور إزاي. ما نربطش نفسنا فقط إن أنا عايز الكورس اللي يأهلني إن أنا أعمل حاجة بس أعملها، إنما الخلفيات بتاعتها يعني تبقى مفقودة مني. فإحنا في الكورس ده introductory كورس بيديك البيسكس ويبني عليها. يمكن انت لو خدت كورس زي ما قلت لك في الماركت هيبقى ديديكيتد ويديك امكانيه انك انت ايه يو كان شو ان انت تقدر تعمل حاجه سريعا. فالكورسات الاكاديميه عاده بتديك الاصل اللي بتبني عليه كل شيء. اتفضل او حد يتفضل، اي حد عايز اي حاجة. في حد عايز حاجة ولا نقفل الانترودكشن او ننتقل الى الانترودكشن؟ نقفل الكورس كونتنس وننتقل الى الانترودكشن. يا دكتور لو سمحت. نعم. معلش انا هرجع لنفس النقطه اللي اتكلمت فيها دلوقتي. انت دلوقتي انت اللي سائل السؤال هي
سألت السؤال بتاع الكويس وكده واحنا ناخد كويس بقى. كل ما المحتوى العلمي مهما كان في الوضع الحالي بيبعد عن سوق العمل شوية، احنا غصب عننا بنحول الكلية لأننا عايز انجح، عايز اجيب درجات. فاللي هو لو يعني لو واللي هي بنبقى باصين ان مثلا ايه حد في مكان حضرتك هنستفيد منه اكيد اكتر من اي حد في كويس، فبنبقى حابين بس المحتوى يقيب بطريقة تمام من الموضوع العملي او الدكتور يفيدنا بخبرة شوية بايع الاكاديمي حتى لو ب 20% من الكويس بتفرق معانا قوي. ايوه اللي هو بتكلم لو المحتوى ممكن يتعدل حتى روتينيا مش اوفيسيالي وكده هيفرق معانا، حتى تشجيعنا ان احنا نهتم بالكويس ما يبقاش بالنسبه لنا ماده محتاجين ننجح فيها او محتاجين نجيب فيها مجموع، لا ماده فعلا احنا محتاجين نفهمها. انت كطالب او انتوا كمجموعه من الطلاب ليكوا راي وعايزين المحتوى يتعدل شوية، انتوا مع بعض كجروب تمام اللي هو عندهم افكار معينة اقعدوا مع بعض كونوا افكار او جمعوا افكاركم اكتبوها في، بس يكون متوافق عليها، يعني مش عايزين واحد فقط هو مثلا يعني يبقى هو رأيه وفقط، لا يعني عشان ما نضيعش وقت ما نضيعش جهد ان انا قاعد اقرا راي واحد، يعني واحد لا عايزين راي مجموعه، يعني مجموعه مثلا من على الاقل نص الطلاب مثلا بتوع الدفعه يتوافقوا على نقاط معينه ويكونوها في فايل ويبعتوها وتكون بيز للمناقشه الاسبوع اللي جاي. تمام دكتور، وانا مصطفى كنت كلمت حضرتك امبارح. انت مندوب بالدفعه. مصطفى ايه عشان اكتب اسمك كامل، يعني مصطفى ايه؟ مصطفى عبد الحميد. اوكي خلاص دكتور، انا هبقى اكلمهم في الموضوع ده عشان برضو زي حضرتك قلت كده ما ينفعش يبقى واحد لوحده او كده، وهنتفق ولو في حاجه يعني هبعتها برضو لحضرتك. احنا عايزين يعني مجموعه يعني تمثل الماجوريتي، مجموعة مثل الماجوريتي لو عندهم رأي في الكونتنتس دي، احنا عايزين مثلا نزود حاجة ننقص حاجة نعدل بحيث انها تبقى مثلا اورينتد اكتر لي زي ما انت قلت سوق العمل، ولو ان كلمة سوق العمل دي لوحدها زي ما قلت لك بتتباين، يعني انت كخريج انت ما انتش عارف هتروح تشتغل فين، يعني هتشتغل operational engineer, maintenance, developer، هتشتغل في ايه الشركة، ايه نوعية الـ 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 النشاط بتاع الشركة اللي انت هتشتغل معها، هتوجهك في ايه، فما يكونش في بالك حاجة واحدة، انت شفت ليك زميل او اتنين او عشرة اشتغلوا في حاجة معينة ونجحوا فيها، يعني كان مطلوبة ونجحوا فيها، يبقى دي مفروض ان الكورس اللي انا كنت درسته كان يديني دي. طب والاخرين يعني اللي سافروا بره واشتغلوا في شركات زي ارم وزي ابل وزي حاجات كتيره، يعني كوالكوم، اللي اشتغلوا في الشركات اللي هي بتعمل ديفلوبمنت، هل 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 انت شفتهم عملوا ايه؟ هل انت الفيلد اللي شغالين فيه الانترفيو اللي دخلوا فيها عشان يقبلوا في هذا الجوب، هل انت شفتهم مسألون في ايه؟ هل انت تابعت الانترست بتاع الشركات الكبيرة دي بيبقى في ايه؟ ولا انت عايز بس حد ايه يديك ازاي تشتغل حاجة معينة كده وتوري ان انت عملتها من اولها لاخرها؟ ده شيء كويس لكن ده مش كل حاجة، عشان برضه دكتور في ناس يعني مش كلنا نفس البيز نوليدج، فممكن ناس تبقى فيه اعلى او كده ممكن دول لوحدهم يبقوا يزودوا لو مثلا حضرتك تبعت لهم سورسز او كده، انما ممكن يعني الموضوع يبقى منظم اكتر، بس زي ما حضرتك قلت هو كورس انتدكتور زي ما انت قلت برضه، يعني احنا عايزين نستقطب من الطلبه، انتوا عددكم كبير، فطالما عددكم كبير يبقى برضه هنلاقي فيه توجه معين فمن العدد الكبير ده، فاحنا عايزين على الاقل
50% من العدد ده يعني يعني يتضمنوا ويقدموا مقترحات ان في حاجات مهمه احنا عايزين نعرفها. لو في نقد مثلا للكونتنس دي، طب دي ليه، طب يعني يكتبوا لنا الكلام ده وقدموه لنا. زي ما انت قلت كده، انت مندوب الدفعه، تتولى تنظيم العمليه دي مع زملائك الطلبه وتقدموا مقترح بايه المطلوب. تمام، شكرا يا دكتور. اوكي طيب، احنا دلوقتي نقفل ال الفايل ده ونبدا اول توبيك هنتناوله النهارده اللي هو introduction كده. فول سكرين عندكم السلايد دي، فول سكرين. الو الو، تمام يا دكتور، فول سكرين. فول سكرين، اوكي. طيب نبدا. ادي الليكتشر توبكس، الليكتشر يعني اللي بتاعت النهاردة، يعني لغاية ما نخلص قبل البريك وبعد البريك، يعني هنتناول التوبكس اللي قدامنا دي. بما انكم بتقولوا يعني منكم من اخذ الكورسز اللي هي بتاعت الامبيدد سيستم قبل ما يجي الكلية، خدها في الصيف او خدها السنة اللي فاتت، لان طبعا احنا عارفين ان السوق بتاع الامبيدد سيستمز بيتسع، يعني بدا من سنين وبيتسع بشكل كبير قوي يعني في الفتره الحاليه. فكل شيء النهارده بنتعامل معاه بيتطور في التكنولوجي بتاعته، فعشان يديك اداء احسن ودي سيرفيس ابسط واسرع واكثر فائده، بيضاف اليه الديجيتال باور. ديجيتال باور بنضيف اليه ذكاء عن طريق ان احنا نضيف اليه امبيدد سيستم، عباره عن ديجيتال سيستم يحسن اداؤه. فلو احنا بصينا الى التعريفات الاساسيه اللي بنتعامل معاها في الفيلد ده، احنا عايزين نعرف الترمينولوجي، احنا ايه الترمينولوجي الاساسيه اللي في الفيلد ده، عشان لو اشتغلنا فيه نقدر نتفاهم مع بعض، نقدر نتفاهم مع الزملاء، مع الرؤساء، مع الأقل مننا، نقدر نتفاهم معاهم بالترمينولوجي الصحيحة. شيء كويس جدا ان انت وانت داخل انترفيو عشان عمل، ان اللي يعملك انترفيو ده يحس ان انت بتستخدم الترمينولوجي صح. شيء مهم جدا ان انت الفيلد اللي انت داخل عليه ده الكلمات بتاعته، الترمينولوجي بتاعته انت فاهمها صح، عشان ازاي هتتعامل مع الاخرين. احنا لسه هنعلمك دي معناها ايه ودي معناها ايه، انت جاي لنا مفروض ان انت عارف الحاجات دي معناها ايه عشان نقدر نكلفك اعمل كذا اعمل كذا. فلازم الترمينولوجي تكون في ذهنك واضحه جدا.
انا اذكر ان من كام سنه كنت كنا بنعمل امتحانات شفوي في المعمل، معمل سنه ثانيه ف بنعمل امتحان شفوي، بنتقابل مع الطلاب، انتوا عارفين الامتحان الشفوي شكله ايه. اذكر واحد من الطلبه منهم انا اديته الفول مارك، مش عشان ان هو جاوب كل شيء انا قلته له سالته فيه كان صح، كان اجابته صحيحه 100% في كل الكلام اللي انا قلته له، الاسئله اللي وجهتها لي، ولكن اديته الفول مارك لسبب ان الترمينولوجي اللي بيستخدمها كان بيستخدمها في موضعها صح. فانا عرفت ان هو الطالب ده يعني فاهم، مش بالضروره انه يكون كل حاجه هو عارفها في الفيلد او في التجارب اللي احنا بنعملها، ولكن كون انه هو الترمينولوجي اللي بيستخدمها دي بيستخدمها في موضعها بشكل صحيح، ده في حد ذاته خلاني اديله الدرجه الكامله. فمهم جدا انك انت تكون مستوعب بشكل صحيح الترمينولوجي بتاع الفيلد بتاعك، عشان لما تيجي تشتغل تقدر تتفاهم مع من هو بيدير البروجكت ومن هو انت بتدير عمله. فنشوف الاول خالص الترمينولوجي اللي هتستخدم، وبما ان مجموعة منكم يعني عندها خلفية عن الـ Embedded Systems من خارج الكلية، فأنا أحب أن أنا أتوجه بالأسئلة دلوقتي وأحب أن أنا ألاقي إجابات، يعني أتوقع أن إجاباتكم صحيحة، مش بضرورة كلهم 100%، ولكن نشوف كده الحاجات اللي هي المتطلبات دي صح عندكم، يعني الأفكار دي صحيحة ولا لسه عايزة تركيز. فلو لو انا طرحت دلوقتي السؤال، الكورس كورس نيم بتاعنا اصلا اسمه مايكروبروسيسور بيزد سيستمز، مايكروبروسيسور بيزد سيستمز، والكورس اللي هيجي تاني كانوا مسمينه الكتيف مسمينه امبيدد كمبيوتر سيستمز، امبيدد كمبيوتر سيستمز. حد يديني ايه المقصود بالمايكروبروسيسور بيزد سيستمز، وايه المقصود بالامبيدد سيستمز؟ عايز اجابه، حد يطلب الكلام ويدينا اجابه. اجاوب دكتور. اتفضل. هو الامبيدد سيستم كمبيوترز هو بيبقى متزود على المايكرو بروسيسور شويه بريفرلز عشان نعرف نتعامل مع الفيزيكال وورلد. هنا الامبيدد سيستم بيبقى المايكرو بروسيسور متزود عليه شويه بريفرلز عشان تتعامل معاه، مش كده؟ بالظبط. والميموري دورها ايه ولا موقعها فين؟ هو في المايكرو بروسيسورز بيبقى فيه internal memory زي RAM و ROM وكده، بس في الامبيدد ممكن يبقى فيه external برضو. طيب احنا متشكرين على تطوعك، بس عايزين حد تاني لو يقدر يدينا نقد للإجابة دي ويقدم حاجة أحسن. هو البروسيسور نفسه مش جواه ميموري، بس المايكرو كنترولر بيبقى جواه يعني بروسيسور وميموري وانبوت اوتبوت بريفرنس، وممكن يبقى في بريفرنس ثانيه زي التايمر والانتربتس والكلام ده. كده الاجابه اكثر صحه واكثر دقه، ان المايكرو بروسيسور اذا حطيت مع او بلاش نقول المايكرو بروسيسور، ولكن نقول ان السي بي يو سنترال بروسيسنج يونت، اذا حطيت معاها ميموري وحطيت معاها اي او بريفرنس، فانت عملت مايكرو كنترولر، انت عملت مايكرو كنترولر. المايكرو بروسيسور ده لوحده كترم يعبر عن
سنترال بروسيسنج يونت سي بي يو مجرده سي بي يو انتجريتد على سنجل تشيب ده هو المايكرو بروسيسور. البروسيسور عموما هو سنترال بروسيسنج يونت. لو قلت كلمه بروسيسور تقدر تقول بروسيسور, تقدر تقول سي بي يو, لكن اذا قلت مايكرو بروسيسور معناها اتس انتجريتد اون ا سنجل تشيب. مايكرو بروسيسور بيزد سيستم اللي هو الاسم بتاع الكورس بتاعنا, هو في الواقع مقصود ب المايكرو كنترولرز والامبيدد سيستم. لان انت مش عندك مايكرو بروسيسور بس, انت بتقول ايه, انت بتتكلم على السيستمز اللي هي بيزد على المايكرو بروسيسورز. ايه السيستمز دي؟ المايكرو بروسيسور لوحده بدون ميموري يبقى فيها كود وفيها داتا يشتغل البروجرام, وبدون انترفيس مع اكسترنال ديفايسز مش هتقدر تعمل بيه حاجه. فالسيستم انت بتبنيه من مايكرو بروسيسور مع ميموري مع اي او عشان تعمل بيه شيء مفيد. فهو المقصود هو الترم ده يعني قديم, يعني لان دي لائحه 2003, الترم ده قديم شويه مايكرو بروسيسور بيزد سيستم, لكن هو المقصود بيه حاليا الترم اللي بيستخدم دلوقتي هو امبيدد سيستم. فده بدايه هو الاسم بتاع الكورس, ودلوقتي يعني مش هنستخدم كلمه مايكرو بروسيسور بيزد سيستم ولكن هنستخدم كلمة embedded system. فده أول نقطة هنتعرف عليها في الانترودكشن. هنتعرف على الفرق ما بين embedded computers وبين general purpose computers. أنا دلوقتي بكلمكم من اللابتوب, وانتوا برضو شايفيني في اللابتوب. فده general purpose computer. هو general purpose computer ليه؟ لان انا ممكن اشتغل عليه applications متعددة, اشتغل عليه word, اشتغل عليه excel يعني spreadsheet, اشتغل mathematical computations و scientific computation على الماتلاب, اعمل connection على الانترنت, اعمل براوزنج للانترنت, احمل زي ما انا عايز اي ابلكيشن اقدر احملها على الاوبريتنج سيستم بتاعتي على الهاردوير بتاعي, اقدر اشغله فور ديفرنت ابلكيشنز. انا اشتري ابلكيشن احملها على الكمبيوتر بتاعي واشتغل بيها, فايتس جنرال بيربز, ما هواش مخصص لهدف معين عكس الامبيدد كومبيوتنج او الامبيدد سيستمز. An embedded system is dedicated for a special purpose. Embedded system يعني special purpose غير ال general purpose computing. وبعدين بما أننا مش هنشتغل general purpose computing ولكن هنشتغل كله embedded computers based on microprocessors, مش على microprocessors بقى, على microcontrollers اللي هي based على ال ARM processor. يعني السي بي يو بتاعتك هي الار, في غيره كتير. يعني هنيجي نبص للامبيدد سيستمز, هنسيبنا من الجنرال بيربوز ونشوف الفيلدز اوف ابلكيشنز للامبيدد سيستمز والديزاين كونسيدريشنز. انا دلوقتي بديزاين امبيدد سيستم فور سبيشال بيربوز, يبقى السبيشال بيربوس ده يقتضي مني تفكير الديزاين بتاعي لازم يلتزم بايه, ايه الالتزامات اللي انا اخدها في الاعتبار وقت ما بعمل ديزاين لامبيدد سيستم طبقا للفيلد اوف ابلكيشن اللي انا هستخدمه فيه. ايه الابلكيشن دي بالظبط تقتضي مني ان انا يكون الامبيدد سيستم بتاعي شكله. ثم ننتقل نتعرف على الـ basic components of any digital computer. أي digital computer بيكون من الـ CPU و memory و IO.
دول لابد يكونوا connected together عشان يشتغلوا مع بعض، لازم يكونوا connected together. فده من خلال الباص او الباصز، مش الباص، مش باص واحد، باصز. والباصز عادة بيكونوا ثلاث انواع: address bus, data bus وcontrol bus. هنشوف رؤية لكل واحد منهم على السريع. ثم نتعرف على الـ Embedded System Development Tools، Software Tools و Hardware Tools. الـ Software الـ Integrated Development Environment اللي بتساعدني عشان أعمل Development لـ Embedded Applications. الـ Tools كـ Software. وإيه الـ Hardware Tools اللي هي الـ Boards، Experimental Boards اللي من خلالها بستطيع أن أنا أعمل experiments واجربها عمليا لغايه ما اتاكد انها صح، عشان اقدر بعد كده اقول ايه، ان انا عملت embedded system كامل وبشكل صحيح اقدر اخش فيه الماس production. فدي lecture topics اللي هنتناولها بعد البريك، يعني دي المواضيع اللي هنشوفها بعد نص ساعه. يعني دلوقتي الساعه 9:30، الساعة 10 نتقابل تاني ونشوف التوبكس دي. اوكي، نص ساعة بريك. اوكي، دلوقتي شايفيني، شايفين السلايدز؟ سامعني تمام يا دكتور؟ هو حضرتك لسه عملت شير للسلايدز؟ ما عملتش ايه؟ شير حضرتك ما عملت؟ يعني كده السلايدز عندكم والصوت واضح تمام يا دكتور؟ ده كان استعراضنا للليكتشر توبكس، وانتهينا من الديسكشن الاولاني خالص لاهميه الترمينولوجي في اي فيلد، وابتدينا نتعرف ايه هي المايكرو بروسيسور بيز سيستمز وايه هي الامبيدد سيستمز المقصود، ولقينا ان دي يعني الترمينولوجي قديمه شويه ودي ما جاء بعد كده. هذه المايكرو بروسيسورز، انا بس عايز الاقي ال how to use في كيرسور تبقى اوضح شويه. هيك يا دكتور لما تعمل فول سكرين هيك ممكن تدوس كليك يمين يبقى في اوبشن للكيرسور.
which one is better. Okay. كده الكيرسور افضل تبقى باينه. اعتقد يا دكتور الليزر بوينتر هيبقى افضل. كده تمام يا دكتور. طيب الكلام اللي ابتديناه اللي هو ايه هو المايكرو بروسيسور وايه هو المايكرو كنترولر، ويمكن هيتعاد تاني برضو قريب في سلايدز قريبة. احنا على المايكرو بروسيسور وي ديزاين مايكرو بروسيسور بيزد سيستمز. المايكرو بروسيسور هو سي بي يو، لو حطينا حواليه شوية حاجات ميموري واي او بقى سيستم كامل بيزد على المايكرو بروسيسور. لو كل دول انتجريتد على سينجل تشيب بنسميها مايكرو كنترولر، يعني السي بي يو مع الميموري مع الاي او البيسك اي او اللي بنحتاجها، لو كلهم على انتجريتد سيركت واحده بنسميها مايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر ده لو وصلنا ب وسائل انبوت ووسائل اوتبوت زي مثلا كيباد سويتشز ليدز ال سي دي كوميونيكيشن اصبح امبيدد سيستم. واذا زاد السوفيستيكيشن شويه، يعني عندي امكانيه ان انا انتجريت مع حاجات كتيره زي مثلا كونكشن للانترنت فيا واي فاي مثلا، اصبح سيستم اون تشيب اس او سي. اس او سي لو السيستم اون تشيب هو عبارة عن embedded system ولكن في إمكانيات كبيرة. هذا التعريفات الأساسية بتاعتنا اللي هنستخدمها. فعشان نبقى الكلام بتاعنا دقيق نقول إيه عن embedded system. embedded system is a digital computing device. اي ديجيتال كومبيوتينج ديفايس بيتكون من الثري كومبوننتس الاساسيين اللي هم سي بي يو ميموري واي او. فالامبيدد سيستم اذا كان ديجيتال كمبيوتر كده امبيدد وذين ا سيستم، يعني محطوط في سيستم اخر عشان يشغل in order to provide enhanced functionality. يعني الـ embedded system ممكن يكون الـ remote control بتاع الـ smart TV أو الـ air condition بتاعنا. فهو embedded within الـ remote control device، أو يكون embedded مثلا داخل الـ refrigerator. يعني التلاجة بدل ما هي تلاجة يعني with simple functions، لا تبقى التلاجة with some complex functions، إنها بتدتكت مثلا إيه اللي موجود وناقص إيه ومطلوب منك تجيب إيه. أو within مثلا control system, level control system, temperature control system, within industrial system زي power plant مثلا, generation of power. فبيبقى embedded within another system to enhance the functionality بتاعته. عشان يبقى في sophisticated functionality حاجة من اتنين، يا إما أزود الـ complexity بتاعت الهاردوير، يعني الهاردوير يبقى complex very complex، أو إن أنا أعمل simple hardware وخلي الـ complexity دي تيجي في صورة
الكود اللي انا بكتبه. الكود اللي انا بكتبه عشان يشغل الامبيدد سيستم هو اللي يكون فيه الكومبلكستي الكافيه لارضاء اليوزر بتاع السيستم، او عشان تخلي السيستم ده يشتغل بشكل كويس ويقوم بكل المطلوبات منه. فالسوفيستيكيشن انها الى الكود بدل ما ان انا استخدم very complicated hardware. فالكود ده بيكون موجود في فلاش ميموري، بيبقى موجود في رام. وليه في رام؟ عشان ما يضيعش، يعني يظل موجود، يظل الكود موجود. لو انفصل عنه الباور سبلاي اجي اشغله مره تانيه، لما ارجع عليه الباور سبلاي الاقي كل حاجه ممكن تشتغل، يعني البروجرام ما زال موجود في مكانه، يقدر يبتدي ويشتغل يعني يقوم السيستم بشكل صحيح. الكود اللي موجود في فلاش ميموري بيسموه الفيرموير، هو عباره عن كود، يعني هي في الاصل سوفت وير، الكلمه هي كانت سوفت وير، لكن اذا اتحط في روم يعني معناها ان هو ما بيضعش، لن يتلاشى، فبيسميه فيرموير. الفيرموير ده هو اللي بيكون فيه كل الفانكشناليتي الادد فانكشناليتي على السيستم ده، يكون كيبابل اوف كارينج كومبلكس تاسكس. بدل ما يكون الهاردوير هو اللي فيري كومبليكيتد، لا الكومبليكيشن هنقلها لي الكود. وبالتالي حتى انا لو عايز اغير في الفانكشناليتي بتاعه الامبيدد سيستم بغير في الكود، اقدر اعمل داونلود لكود جديد في الميموري في الروم. فلو عملت كود جديد هضيف في الكود الجديد ده كل الادد فانكشنز اللي انا عايزها، اقدر احسن في الاداء، اطور في الاداء. لكن لو كان السيركت كلها هاردوير، يعني الامبيدد سيستم ده كله مبني هاردوير، تو ريديزاين السيركت وريفابريكيت السيركت من جديد، ده اتس ا كومبلكس تاسك وكوستلي تاسك. ده يعني تعريفاتنا الأساسية لإيه هو الامبيدد سيستم الخصائص. في حد عايز يسأل؟ تيبيكالي في ثلاثة انترفيسز موجودة في أي امبيدد سيستم: اليوزر انترفيس، والريال وورلد interface، optionally communication interface. ايه هو اليوزر انترفيس؟ انا كيوزر للامبيدد سيستم لازم يبقى ليا كنترول على اداء الامبيدد سيستم ده، اغير في السيت بوينت بتاعته، ادسبلاي الكرنت فاليوز الاساسيه اللي موجوده فيه. Through the user interface مع embedded system, I can set or get the state of the embedded system. The embedded system ده شايف شغله، هو شايف العالم بتاعه. العالم بتاعه هو الحاجات اللي بيقدر يشوفها، الحاجات اللي بيقدر يقيسها، والحاجات اللي بيقدر بيعمل عليها control. فهو له عالمه الخاص. انا عالمه الخاص ده اللي هو مثلا الفلايت او الاوتوموبيل، الجزء اللي من الاوتوموبيل اللي هو انا بعمل عليه كنترول، او الامبيدد سيستم ده مخصوص لي، سواء كان على الانجن، على الساوند سيستم بتاعه، او على الاير كونديشن داخل الفيكل. فالحاجات دي كلها كل جزء منه عباره عن امبيدد
سيستم، كل واحد منهم شايف حاجة معينة، شايف منظوره من العالم. منظوره من العالم ده اليوزر ليه متطلبات، فبيعمل سيتنج لفاليوز معينة تمثل متطلباته من الامبيدد سيستم، وليه ايضا الحق ان هو يشوف الكرنت ستيت بتاعة الامبيدد سيستم. The user can set, also can get the state of the embedded system world من الـ user interface بتاعه. ده بيكون في صورة keypads, knobs, switches, وget إن هو بيشوف مثلاً alarm عن طريق صوت أو alarm flashing light, very simple, أو get value على display. فاليوزر انترفيس متعدد واشكاله كتير. من ناحيه اخرى الامبيد سيستم بيتعامل مع الورد بتاعه، العالم بتاعه اللي هو الحاجات اللي بيشوفها والحاجات اللي بيعمل عليها كنترول، اللي ليه كنترول عليها. فالريل وورد انترفيس تريد او يعني معناها تو ميجر the state of the world، the world بتاع الـ embedded system through sensors. sensors وبالتالي لازم موجود معاها A to D conversion، A to D converters. ليه؟ لأن الـ sensors دي بتطلع عادة analog signal، فالـ analog signal دي عشان يعمل ليها processing لازم تتحول إلى digital form عشان يقدر الكود بتاعك يفهمها وبناء عليها تاخذ عليها قرارات. كذلك في الانترفيس ده مع الريال وورلد لازم يكون لي انفلوينس على الستيت بتاعت الورلد. الانفلوينس ده ثرو اكتويتورز وبسنس سنسورز وبياكت باكتويتورز. الاكتويتورز دي عاده بيكون متواصل معاها digital to analog converters، لأن هو بيتخذ قراره digital ولكن العالم الخارجي بيتعامل مع analog values. فدول الـ two basic interfaces لأي embedded systems. ممكن يضاف إليها communication interface. ليه communication interface؟ لأن ممكن الـ embedded system ده يكون ليه supervisor أو هو يكون بيعمل control على a smaller embedded system، هو بيعمل control على واحد تاني أو هو بياخد أوامره من واحد فوقه في hierarchy من الـ embedded systems، فلازم يبقى فيه تواصل ما بينهم. ممكن الـ hierarchy ده يكون في صورة واحد supervisor، واحد أقل منه في layer أقل منه، وممكن يكون في ليرز تانية يعني ليرز أقل منه، وممكن يكونوا كلهم متكافئين ولكن بيتبادلوا مع بعض معلومات، يعني هم بينهم وبين بعض لازم يتفاهموا مع بعض عشان ينجزوا العمل كجروب. فبالتالي لابد من وجود communication interface ما بينهم إذا اقتضى الأمر. إذا كان الـ embedded system ده distributed embedded systems بيتفاهموا مع بعض سواء كان في levels في hierarchy أو يكونوا متفاهمين متساويين بيتفاهموا مع بعض، لكن في النهاية برضو لابد من وجود supervisor ليهم، لأن لو كلهم بيتفاهموا مع بعض لكن في حد فوقهم هو اللي بيشغلهم يعني. فدي typical embedded system interfaces. السلايد دي بتوضح فكرة أساسية اللي هي إيه الفرق بين embedded system و general purpose system. General purpose computer
سواء كان لابتوب او كان ديسكتوب او كان سمارت فون. السمارت فون كان بيصنف على انه امبيدد سيستم، لكن دلوقتي في الواقع ده بقى كمبيوتر كامل. يعني ليه نقدر نسمي ده جنرال بيربوس كمبيوتر اللي هو السمارت فون؟ لان انت ممكن تحمل اي ابلكيشن دلوقتي بقى فيه يعني ابلكيشنز كتير جدا. اي حاجه تفكر فيها هتلاقي انهم الناس عملوا لها ابلكيشن. يو كان داونلود الابلكيشن بتاعتك. لو كان الفون بتاعك مثلا سامسونج وعليه اندرويد، الاندرويد هي الاوبريتنج سيستم، بتشغل اي ابلكيشن. يعني المايكروسوفت البيسك مايكروسوفت ابلكيشن زي الوورد والاكسل والاكسس اللي هي الداتابيز، الحاجات دي كلها اصبح ليها فيرجنز كومباتيبل مع الاندرويد، تتحط على السمارت فون، تقدر تشغل تعمل وورد دوكيومنت، تقدر تعملها سيفنج، تقدر تحولها لبي دي اف، تقدر تاكسس طبعا ده شيء طبيعي تعمل براوزنج للانترنت. ف ابلكيشنز كتيره جدا تقدر تحملها وتشتغل على السمارت فون. عشان كده ده اصبح جنرال بيربوس. جنرال بيربوس يعني ابلكيشنز متعدده، يو داونلود ات يو ران ات. ويب براوزرز، فيديو جيمز، سبريد شيتس، اي حاجه طالما انا كومباتيبل مع الهاردوير والاوبريتنج سيستم هتشتغل. على العكس من كده الامبيدد سيستم، لا الامبيدد سيستم انت مش حاطط سيستم عشان تشغل عليه اي حاجه، اي ابلكيشن تخطر على بالك كده يو كان جيت ات فروم جوجل ستور وتحملها وتشغلها. لا ده بيبقى امبيدد سيستم، ده حاجه حد عمل لها ديزاين واصبحت موجوده، بقت implanted أو embedded في سيستم آخر. السيستم الآخر ده بقى بيشتغل بالـ embedded digital computer اللي انت حطيته فيه عشان يشتغل بشكل مريح أكتر، يديك خدمات أكتر بشكل أوضح بشكل أسهل. فالـ embedded system is application specific. الامبيدد ده application specific. examples ليها smart TV. smart TV اللي هو يقدر يديك ال TV channels من الساتلايت، يقدر يديك connection ل USB، تقدر تحط من خلال ال USB you can run videos، يعني you can watch videos. You can connect it to the internet to browse the internet. Control زي الflight control، الquadcopter flight control. في الاوتوموبيل industry دلوقتي الاوتوموبيلز بقى فيها العشرات إن لم يكن المئات من embedded systems. في ليفل اعلى كمان اللي هو اوتو درايفر، يعني الفيكل كونكتد بالجي بي اس، فيها الكنترولرز كلها وفيها السنسورز لكل الحاجات اللي حواليها اللي محتاجاها. تقدر وانت راكب العربيه الاوتو درايفنج تشغل الاوتو درايفر يوديك من المكان اللي انت فيه للمكان اللي انت عايزه بدون انك تتدخل. كلكم عارفين وشفتوا اكيد فيديوز لل الكارز اللي هي سجستد، يعني بيعملوها دلوقتي شركه ابل، يعني
يعني في طور انها في خلال فتره مش كبيره يعني هتقدم سمارت كار كل شيء فيها اوتوميتد، الدرايفنج، الباركينج، مش محتاجه تدخل الانسان. ده الفرق الجوهري بين general purpose و embedded computer. ان ده you can run any application, download new applications و run it. هنا لا. هنا single application for specific purpose implanted في another system بتخليه يشتغل بشكل مريح أكثر. في الـ Embedded System عادة الـ Hardware والـ Software are co-designed. Co-designed يعني بيعمل لهم design مع بعض، يعني بينقي الـ Hardware وبيعمل الـ design بتاع الـ code بتاعه بالتناسق مع الـ Hardware اللي بيختاره، بيختار حاجات معينة في الـ Hardware وبيكتب الـ code عشان يتناسب مع الـ Hardware اللي هو اختاره، وبيختار الاثنين طبعا مع بعض عشان يتناسبوا مع الـ purpose بتاع الـ embedded system. فبيبقى optimized performance for this specific purpose. بيبقوا co-designed الاثنين مع بعض بيعملهم design. غير الـ general purpose. الـ general purpose انت عندك الـ processor معروف خلاص، الميموري والميموري سايز موجودة، البريفرالز ديزاين موجودة كلها سواء كان في اللابتوب أو في السمارت فون. فالهاردوير already general purpose ولكنه يعني يحقق لك إمكانيات كبيرة وموجود not optimized for certain purpose، ولكن الـ embedded بيبقى optimized for certain purpose. هنا لا، ده general purpose. انت بتكتب بقى الكود بتاعك، يو اوبتمايز يور اون كود. يعني انت تقصد بيه ايه؟ الشركات اللي بتنتج الابلكيشنز، يعني سواء كانت ماتلاب، ماث ووركس بتعمل ماتلاب، فبتكتب الماتلاب ده للويندوز اللي بيشتغل على الانتل بروسيسورز، او بتكتبه للابل كمبيوترز، فدي او دي. فهو الهاردوير موجود، انا بكتب الكود بتاعي اوبتمايزد للهدف بتاعي، لكن الهاردوير ما بغيرش فيه. لكن هنا ده انا الاثنين بعمل لهم ديزاين في نفس الوقت، اختار الهاردوير واختار السوفت وير، او اكتب السوفت وير اللي هو الكود يعني بنفسي. يعني اكس بوكس كونسول runs a video game more efficiently than a laptop under Windows. لأن في الاكس بوكس كونسول أنا الهاردوير ديزاينر اللي عملها اختار الهاردوير وعمل الكود على الهاردوير ده best أو optimized for this video game. غير إن أنا general purpose كمبيوتر لابتوب running Windows واعمل السوفت وير بتاعي عليه. Just an example embedded system, real embedded system example. انت لو عندك كاميرا عادية traditionally ما فيش فيها اي embedded system، كنت بتعمل ايه؟ You press a button, you take a photo. بس قبل ما تبرس البطن ده you should manually adjust حاجات معينة. لازم تظبط الفوكس، يعني انت بإيدك كده بتقدر تظبط الفوكس عشان تبقى الصورة شارب
السبيد اوف ذا شاتر بتظبط حسب الانتنس بتاعت اللايت. لو لقيت انت المكان اللي انت فيه الاضاءة فيه ضعيفة بتخلي الشاتر بطيئة عشان تستقبل كمية اكبر من الضوء عشان الصورة تطلع شارب. كذلك بتختار هشتغل بالفلاش هعمل فلاش ولا مش هعمل فلاش. لو انا في مكان اضاءة فيه ضعيفة قوي هستخدم الفلاش. يعني هعمل هختار انا ان لما اضغط على الزرار اللي بلتقط بصورة يعمل فلاش. او لو كان الاضاءة عالية مش هستخدمه هخليه ما يعملش فلاش. هالكلام ده كله manual adjustments. لكن لو عندك ديجيتال كاميرا فيها بتمثل embedded system فانت لما بتك تضغط على البتن عشان تاخد صورة الفوكس is adjusted automatically. يعني هو الفوكس بيغيرك فيه موتور بيدور عشان يضبط بعد العدسة بيستخدم سنسور عشان يشوف الادجستمنت دي تتم ازاي. فهو عنده سنسور عبارة عن انفراريد سنسور بيشوف البعد الصورة هتبقى شارب ازاي وعنده موتور يتحرك بناء على الانفراريد سنسور ده بحيث انه يظبط البوزيشن بتاع اللينس. فده بدل المانيوال فوكس ادجستمنت اصبح اوتوميتد. السبيد بتاعت الشاتر برضو بيبقى فيه لايت انتنسيتي ديتكتور. الديتكتور ده بيشوف الانتنسيتي بتاعت اللايت وبناء عليها يختار السرعة اللي هيفتح بيها او الزمن اللي هو الشاتر تبقى مفتوحة فيه. تفتح وتقفل بسرعة قوي ولا تفتح شوية بشكل ابطأ تقفل بشكل ابطأ. كذلك الفلاش لايت برضو بيتم اوتوماتيكالي. عنده لايت انتنسيتي ديتكتور. لو قلت الانتنسيتي عن مينيمم ثريشولد بيشغل الفلاش. لو شايف ان الاضاءه ضعيفه لدرجه معينه عدت يعني بقت اقل من انتنسيتي معينه بيشغل الفلاش اوتوماتيكالي. فهنا ايز اوف يوز. هنا انا بستخدم الكاميرا بشكل تلقائي بدون ان انا اهتم ان انا افضل اظبط دي واظبط دي واظبط دي. لا انا ما علي لان انا اوجه الكاميرا على الكادر اللي انا عايزه واتيك الفوتو تلقائي. الحاجات دي كلها بتتظبط اوتوماتيكلي. لا لان انا استخدمت ديجيتال كاميرا فيها امبيدد سيستم بيظبط المتطلبات عشان تطلع الصورة كويسة. لو جينا نستعرض الفيلدز اوف ابلكيشنز بتاعت الامبيدد سيستمز هنشوف ان هنا في اربعة كاتيجوريز اساسيين. اول واحد اللي هو فور جنرال كومبيوتينج. زي السمارت فونز مثلا. سمارت فونز قلنا دي اصبحت general purpose computers لانك بترن عليها الابلكيشنز زي ما انت عايز. ولكنها في النهايه الهارت بتاعها اتس مايكرو كنترولر. الفيديو جيمز الويرابل كمبيوترز الاوتوماتيك تيلرز المكن بتاع السحب مثلا التابلتس الفابلتس. التابلتس والتابلتس هي حاجة واحدة بس هي الفورم فاكتور بيختلف. يعني التابلتس بتبقى في حجم الصفحة كده تقريبا يعني قد الصفحة أو أصغر شوي. لكن الفابلتس حاجة بين الفون والتابلت. ف
فهو السايز أصغر من التابلت ولكنه أكبر من الفون الموبايل فون. فيلد آخر اللي هو الكنترول سيستمز زي فور كلوز لوب فيدباك كنترول فور ريال تايم كنترول سيستمز. احنا درسنا في كورس الكنترول السنة اللي فاتت الكلوزد لوب سيستم والفيدباك ازاي ان انا بعمل ميجرمنت للفاريبل اللي عايز اعمل عليه كنترول، اعمل له ميجرمنت واشوف قد ايه الفرق ما بينه وما بين الديزايرد او السيت بوينت، وبناء عليها الايرور سيجنال دي اديها كانها فيدباك للديجيتال كنترولر اللي هو بيمثل هنا امبيدد سيستم. فالديجيتال كنترولر بيشوف الفرق ده قد ايه، هو عنده موديل للسيستم ده بيشتغل ازاي، فبالتالي بياخد قرار ان في الفرق ده المطلوب ان احنا نعمل ايه، ويطلع الحاجه اللي عايز يعملها دي ككنترول سيجنال على السيستم عشان نخلي الاوتبوت من السيستم أو الـ variable of interest داخل السيستم نخليه يمشي بالطريقة اللي اليوزر اختارها. في فيلد يعني كتير دلوقتي في الـ automobile industry، يعني الـ automobile industry بتستفيد بشكل كبير جدا دلوقتي من الـ embedded system. كله بيطور دلوقتي الامكانيات بتاعت الفيكل بتاعته، بيضيف امكانيات لراحه المستخدم باستخدام الامبيدد سيستمز. في المصانع الكيميكال بروسيسز سواء كان بينتج مثلا اصباغ، دهانات، مواد كيماويه، اسمده، او بينتج يعني منتجات غذائيه كذلك، كل الحاجات دي بقت البويلرز، الهيترز، الفلو من مكان لمكان، كل الحاجات دي بيعمل عليها كنترول باستخدام لوكال امبيدد سيستمز، وبيبقى فيه سوبرفايزر يشوف الدنيا ماشيه ازاي، يراقب الامبيدد سيستمز المختلفه دي ويفهم البروسيس كلها على بعضها ماشيه ازاي، ويدي كنترول على البروسيس ككل وعلى كل امبيدد سيستم لوحده. الباور بلانتس، الفلايت كنترول. حد عايز يتكلم؟ ده الفيلد الثاني. الفيلد اخر اللي هو سيجنال بروسيسنج، كومبيوتيشنز انفولفينج لارج داتا ستريمز زي مثلا الفيديو او الاوديو، اوديو سيجنالز والفيديو سيجنالز بيعمل لها بروسيسنج. بيعمل لها بروسيسنج يعني مثلا الفيديو سيجنال يعمل انهانسمنت للفيديو سيجنال، او الايمج يعمل انهانسمنت للايمج، يزود مثلا الكونتراست، يزود الإضاءة، يزود يعني الـ intensity. في الأوديو سيجنال مثلا يعمل noise cancellation، يقلل النويز اللي جاية في الـ signal، الأوديو سيجنال. كذلك processing للـ radar signal، sonar، يعمل فيديو كومبريشن لو عنده فيديو فايل وعايز يبعثه، او سجل فيديو عايز يبعثه بس عايز يعمله كومبريشن قبل ما يبعثه، فدي سيجنال بروسيسنج، بيعمل كومبريشن للفايل قبل ما يبعثه، وفي الناحيه الثانيه يعمل دي كومبريشن. احنا قلنا الاوديو فلترنج بيغير في الصوت. في الكوميونيكيشنز والنتوركينج، السويتشنج، السويتشز سواء انترنت سويتشز او فون سويتشز، دي بتبقى اوتوميتد
كإمبيدد سيستمز، التليفون سيستم، الإنترنت، وحاليا وايرلس فور إيفريثينج آي أو تي. آي أو تي اللي هي إنترنت أوف ثينجز، اللي هي بدل ما كانت الدنيا الإنترنت عبارة عن إنترنت أوف كمبيوترز، يعني الكمبيوترز هي اللي متوصلة ببعض بتمثل الإنترنت، لا دلوقتي الإنترنت أصبح متوصل عليها، تقدر توصل عليها أي object of interest بالنسبة لك، أي asset تقدر توصله بالإنترنت. يعني الأبلاينسز داخل السمارت هوم تقدر تعمل عليها كنترول من خلال الإنترنت. It is connected للإنترنت، بس secure connection عشان مش أي حد يقدر يأكسس الحاجات داخل الهوم، وتقدر تعمل عليها كنترول من أي مكان. تقدر تعمل كنترول على لو أنت عندك شركة مصنع من بعيد through الإنترنت، you can access الـ devices داخل الشركة، أو لو أنت في زراعة، شركة زراعية، الشركة الزراعية دي تقدر تراقب الشكل بتاع النباتات بتاعتها عن طريق مثلا الكواد كوبترز، تاخد تصوير جوي ليها وتتابع ايه اللي حاصل، نظم الري تقدر تزبطها، كمية الأسمدة تقدر تزبطها. فحاليا الانترنت اوف ثينجز ده هو البومينج فيلد للإمبيدد سيستمز، إن كل شيء دلوقتي تقدر توصله على الإنترنت لو عايز، وبالتالي تقدر تعمل عليه مونيتورينج وكنترول. دي صورة كده عامة لإيه الـ some applications يعني لل الامبيدد سيستمز. يقول لك هنا ايه امبيدد سيستمز اول اراوند، يعني حوالينا في كل حته. الكونسيومر برودكتس، كونسيومر الكترونكس زي سمارت تي فيز، فيديو جيمنج، الكاميرز، ديجيتال كاميرز، الابلاينسز اللي هي الثلاجات والغسالات ومشاكل، سمارت هومز، سكيورتي سيستمز، مين اللي دخل، مين اللي خرج، مين اللي الحق انه يدخل، مين اللي مش حق انه يدخل، الاوتوماتيك جيتس، الاوفيس اوتوميشن، المونيتورز، كيبوردز، الديسك درايفز، برينترز، الحاجات دي كلها امبيدد سيستم. يعني الليزر برينتر اللي انت بتطبع بيها دي هي عباره عن امبيدد سيستم، بيتفاهم مع الكمبيوتر، مع الاوبريتنج سيستم اللي داخل الكمبيوتر، وبيطبع الفايلز. في الكوميونيكيشنز والنتوركس، الموبايل فونز، السويتشز والراوترز، التليفون سويتشنج، انسرنج ماشينز، في الاوتوموتيف اندستري، الانجن كنترول، الاوتو درايفر، اوتو بارك، وانفوتينمنت. انفوتينمنت اللي هي يقصد بها الالكترونيك اللي موجودة، اللي يعني سواء بتسمع من خلالها، سواء كان راديو، سواء كان اوديو، اي اوديو تقدر تسمعه، تقدر توصل بالراديو، تقدر توصل بالانترنت، يعني حتى الانترنت، اي انترتينمنت واي انفورميشن، زي مثلا لو انت عايز تشوف من جوجل ماب، الجوجل ماب هيمشيك، يعني بدل ما يبقى فيه اوتو درايفر، لا مفيش اوتو درايفر، ولكن في جوجل مابس بتوريك انت فين وتتجه ازاي، يقول لك حول تعالى كده، اطلع فوق، انزل تحت، مش عارف ايه، الحاجات دي كلها. دي اكزامبلز لروبوتكس مثلا، فيديو كاميرا، ابلاينسز، سمارت فونز.
ورين سمارت فونز يعني هي امبيدد سيستم ولكن زادت في الامكانيات بتاعتها بجنرال بيربز. احنا بنستعرض دلوقتي صوره كده عن الابلكيشنز بتاعت الامبيدد سيستمز، صوره عامه والخصائص بتاعت الامبيدد سيستمز. هناخد يعني هنا two examples، ده واحد وده الثاني، عشان نشوف ايه الكونسيدريشنز اللي بناخدها في الاعتبار وقت ما نفكر في ديزاين لامبيدد سيستم. انت دلوقتي بتفكر انك تضيف امبيدد سيستم لحاجه معينه عشان تحسن الاداء بتاعها، فايه الكونسيدريشنز اللي بتتاخد في الاعتبار اساسا؟ الثلاثه دول اللي هو الفانكشنز اللي هتستخدم فيها، ايه هي الكونسترينتس، وايه هم الانبوت والاوتبوت بتوعك، وبناء عليها بتقدر تختار المايكرو كنترولر اللي هو هيناسب والسيستم اللي هيناسب الابلكيشن بتاعتك. هنا على سبيل المثال it's a simple example bike computer. ايه المطلوب منه؟ انه يوريك السرعة والمسافة اللي انت قطعتها، يعني انت بتحطها ده بيبقى موجود على البايك بايسكل انت راكب، دي بتوريك السرعة بتاعتك كام، ولو عايز تعرف قطعت مسافة كام تقدر تعرف قطعت مسافة كام. فهو الفانكشنز لا تخرج على انها ايه speed وdistance measurement بس، ويوريك النتيجة. هو بيقيس السبيد بتاعتك دايما وبيقيس المسافة اللي انت قطعتها، وتقدر تشوف ايه الاثنين دول two variables دول تقدر تشوفه في الديسبلاي ده. فالفانكشنز لازم تتحدد من الاول مطلوب ايه، السيستم ده يعمل ايه. الكونسترينتس بتتمثل في السايز، انت لو امبيدد سيستم هيتحط على عجله يتحط على الدركسيون بتاع العجله، فانت عارف الحجم بتاع الدركسيون قد ايه، ايه اللي موجود فيه، يتثبت فين، بتاع ده يتثبت فين، ويتوصل ازاي مثلا بالويلز عشان يقيس السرعه ويقيس المسافه. فبتحدد السايز. الكوست عامل مهم جدا من الكونسترينتس، ان انا لو البايك بتاعتي تمام مثلا 2000 جنيه ما افكرش ان انا اعمل امبيدد سيستم عليها 8000 كمان، لا ما ينفعش. لو هي 8000 جنيه ازود عليها مثلا 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه، ما ازودش حاجه كبير. فالكوست مهمه. الباور، هل انا عندي باور متجدده ولا انا بشغل ببطاريه وبتخلص، فلازم اعمل حسابي انها مش كل شويه ازهق اليوزر ان انا لازم اشحن. كذلك الويت، فدي كونسترينتس لحاجه زي دي. لازم اعرف ايه الانبوتس بتاعتي وايه الاوتبوتس، فين الانبوتس وفين الاوتبوتس. الانبوتس للامبيدد سيستم ده جايه من سنسورز بالويل روتيشن انديكيتور. ويل روتيشن انديكيتور، فلازم اقيس الويل لفت قد ايه. وايضا مع اليوزر لازم يكون في مود كي. المود كي هو ديسبلاي هنا واحد بيقيس حاجه واحده، فاذا كان بيقيس حاجه واحده اقول له طلع لي السبيد يطلع لي السبيد، طلع لي الديستانس يطلع لي الديستانس. اسويتش يعني في مود كي، اقول له يا اما سبيد يطلع لي او ديستانس يطلع لي. الاوتبوتس عباره عن ايه؟ ديسبلاي، دي الكريستال ديسبلاي، ليكويد كريستال ديسبلاي، تشيب اند ستيل
فيزيبل. يبقى بناء على الكونسيدريشنز دي اختار لو بيرفورمانس ام سي يو، مش محتاج، انا مش محتاج يعمل sophisticated computations ولا يعني measurements sophisticated ولا الاوتبوت بتاعه sophisticated، لا. فلو performance MCU 8 bits كافيين، انا مش محتاج اعمل computation عالية، فبالتالي 8 bits resolution بتاعي واطي صحيح، لكن انا مش محتاج اعلى من كده. 10 mega instruction per second is enough. انا مش محتاج سرعات في الحسابات ولا في الـ execution. لكن لو كان عندي complex example زي ده، الـ complex example ده gasoline automobile engine control unit. gasoline automobile يعني الاوتوموبيل شغال بالجازولين اللي هو البنزين، يعني الاوتوموبيل شغال بالبنزين، الانجن بتاعته تشتغل بالبنزين، عايز اعمل عليها كنترول. embedded system يعمل كنترول على الانجن اللي شغاله بالبنزين، internal combustion engine. هي نفس الconsiderations برضو، الfunctions اللي انا عايزها ايه هي الconstraints، ايه الinput والoutput. انتوا اقدر مني على فهم حاجة زي دي، لان دي حاجة completely mechanical مع power generation او يعني it's an engine. ف يعني تقدر تبص على الحاجات دي، الفانكشنز، الفيول انجكشن تتحكم فيه، الاير انتيك سيتنجز، السبارك تايمينج، الاكزوست جاس سيركيوليشن، الالكترونيك ثروتل كنترول، والنوك كنترول. انا عايز اتحكم في الحاجات دي. الكونسترينتس بتاعتي ايه؟ الكوست والويت، كوست بتاعتي والويت، واهم حاجه انه يشتغل في هارش انفايرمنت، لا يشتغل فوق الانجن يعني قريب من الانجن. في بقى ممكن حرارة زيادة، التراب، الدست، يعني harsh environment، فلازم يسرفايف harsh environment. الانبوتس والاوتبوتس، discrete sensors يعني بتطلع bits، واكتويتورز يعني discrete sensors بيسنس حاجات كتيرة بقى، الحاجات اللي هي الفيول فلو والاير فلو، يعني حاجات كتيرة بتتقاس، temperature، الكولينج سيستم لازم يخش في الاعتبار، كذلك النتورك انترفيس تو ريست اوف ذا كار، يعني الميجر بتاعته بتطلع على الداشبورد مثلا للدرايفر، تطلع على الداشبورد ف بيتاخد منها كونكشن ل النتورك عشان اليوزر او درايفر يقدر يراقب ايه اللي حصل، التمبريتشر بتاعته، وحتى في المينتنس لما يجي يعمل مينتنس للكار بيطلع الانفورميشن من الامبيدد سيستم، يعرف ايه المشاكل اللي فيها، لان مثلا كونكتد الى 10 كان باص، كان بس عشان to be networked مع باقي السيارة. فبالتالي هنا في الـ complex example ده محتاج high performance microcontroller unit، 32 bit microcontroller، على أساس ان انا resolution في الحسابات بتاعتي لازم يكون جيد كافي، 3 ميجا بايت فلاش ميموري، لان الكود اللي هيكتب هيبقى طويل، هيبقى كبير، والسبيد بتاعت الكلوك بتاعت المايكرو كنترولر من 150 الى 300 ميجا هرتز. طبعا ده حاجه لا تقارن بالسيمبل اكزامبل اللي فات، ده فيري سيمبل اكزامبل، فبالتالي الام سي يو
سيمبل، هنا سوفيستيكيتد اكزامبل، فلازم نستخدم له هاي بيرفورمانس ام سي يو. ده جدول انت تقراه بنفسك، يعني هو ده بيقارن بالخطط المختلفه للديزاين، اختيار الامبيدد سيستم المناسب عشان ابلكيشن معين. فهنا الثلاث سطور الاولانيه ال 3 فيرست روز ده كلهم بيشتغلوا هاردوير، كومبليتلي هاردوير امبيدد سيستم، والثلاثه التانيين دول بيكونوا هاردوير بلس سوفتوير، يعني السوفتوير رانينج على جينيريك هاردوير، يعني في سي بي يو معينه السي بي يو دي هختارها وران عليها كود، هكتب انا الكود بنفسي. فهنا في ليفلز من الهاردوير اقدر استخدمهم بيور هاردوير، اما ديسكريت لوجيك انا اركب اللوجيك انتجريت سيركتس ديسكريت واوصلهم ببعض، فليها خصائص معينه ان هو ديزاين كوست فيري لو، اليونت كوست يعني برضو بتكون يعني بسيطه مش غاليه، الفيكسنج للباجز وكده بيبقى هارد مش سهل، السايز بيبقى لارج مش انتجريتد على تشيب واحده، لا بيبقى على بورد كامل، والسيستم سبيد بيبقى صح فيري فاست لانه اللوجيك سيركت هتريسبوند فيري فاست، لكن ليها عيوب. لو انا بعمل اسك اللي هو ابلكيشن سبيسيفيك اي سي، يبقى بدل ما اعملها ديسكريت لوجيك بعملها على اي سي واحده، ودي خصائصها ان مثلا الكوست بتعلى في الديزاين، الكوست بتعلى لكن اليونت كوست بتقل، يعني البرودكشن بتاع اليونت كوست او اليونت كوست اليونت برودكشن اليونت الكوست بتاعتها بتقل. برضو ال to change the design or to get the bugs it's hard. ال PLDs وال FPGA field programmable gate arrays برضو ال design cost أقل، ال unit cost يعني زي دي مش chip واحدة، ممكن تكون أكثر من chip، دي الخصائص بتاعتها. والخصائص بتاعت ان انا اجيب مايكرو كنترولر وابني عليه الابلكيشن بتاعتي، طبعا الديزاين كوست بتقل لان انا في النهايه بكتب كود، الكود صح السوفت وير انجينير بيكلفني صحيح، لكن في النهايه مش زي الديزاين بتاع هاردوير من بدايات كلها، لا هو بيقعد بيالف البرنامج بتاعه وبيصلحه وبيعدله لغايه ما يتاكد انه شغال صحيح. فدي يعني تيبل لمقارنه ازاي اختار، يعني تساعدني ان انا اختار الامبيدد سيستم بتاعي ده اخليه كومبليتلي هاردوير ولا اعمله كود يشتغل على الهاردوير جينيريك هاردوير، والمستويات المختلفة للسوفيستيكيشنز بتاعتي. دي نقدر نعتبرها نهاية للإنترودكشن اللي احنا عايزين نعملها للكورس بتاعنا. عرفنا الامبيدد سيستم واخذنا سيمبل اكزامبلز عليه، و دلوقتي ممكن ننتقل الى توبكس محدده يعني هنتناولها ولازم نكون عارفينها كويس في الكورس بتاعنا. في اي استفسار عن اللي انا قلته، اي تعليق، اي
سؤال؟ ما فيش. طيب احنا قدامنا دلوقتي مثلا تلت ساعه هنستعرض فيها الكلام اللي موجود قدامنا دلوقتي. الكلام ده هو ايه؟ ايه هي الكومبوننتس بتاعت اي ديجيتال كمبيوتر؟ هي السي بي يو، الميموري، الاي او، والانتر كونكشنز اللي ما بينهم اللي هي بنسميها الباسز. الباسز ليه؟ لانها ناقل عام، هي عباره عن نواقل عامه بتنقل كل دول لبعض، تنقل المعلومات ما بين الكومبوننتس المختلفه وبعض. السي بي يو والميموري والاي او كونكتد توجذر بالباسز، يعني اي واحد من دول يستطيع انه يستخدم الباسز تو كونكت تو الاخرين. يعني السي بي يو عايزه تخاطب الميموري ثرو الباسز، السي بي يو عايزه تخاطب الاي او ثرو الباسز، فدي ناقل عام. كذلك بين الميموري والاي او ممكن يستخدم الباسز ايضا للدايركت داتا ترانسفير ما بين الاي او والميموري فيما يسمى الدي ام اي، دي ام اي اللي هو الدايركت ميموري اكسس. فدول الكومبوننتس المختلفه ودول الانتر كونكشنز بين الكومبوننتس المختلفه لاي ديجيتال كمبيوتر، سواء كان جنرال بيربوز سواء كان امبيدد، هم دول الثري كومبوننتس لاي ديجيتال كمبيوتر. ده توضيح للكلام اللي احنا بنقوله، ادي السي بي يو، ادي الميموري، وادي الاي او. الاي او انواعها مختلفه كثيره، منها ما هو انالوج، منها ما هو ديجيتال. والديجيتال بقى يعني تتنوع بشكل كبير، تتنوع بشكل كبير، لكن الانترفيس ما بينها وما بين باقي مكونات الكمبيوتر هو ما فيش الا كده، هي عباره عن داتا بتنتقل، وادرس بيختار، وكنترول باس بيحدد ايه اللي بيتعمل دلوقتي. الانبوت اوتبوت يتنوع، الكيبورد، السكرين، انالوج انبوت جايه من سنسور، انالوج اوتبوت تطلع الى اكتويتر، سيريال كوميونيكيشن بيعمل كوميونيكيشن مع ديفايسز اخرى، سوفيستيكيتد انترفيس مثلا مع الواي فاي، سوفيستيكيتد انترفيس مع لوكال نتورك زي اي سكوير سي او الكان باس. فده بيتنوع بشكل كبير جدا، لكن في النهاية هو بيتفاهم مع السي بي يو ومع الميموري من خلال الباصص اللي هنا دي. يطلع بقى على ده على ده على ده على ده انواع كتير جدا، لكن هو ادي التواصل ما بينه وما بين التو كومبوننتس دول من خلال الداتا باص. والداتا باص زي ما احنا شايفين كده ان هو باي دايركشنال، يعني من هنا إلى هنا أو بالعكس من هنا إلى هنا، يعني ده في الاتجاهين. ومع الميموري كذلك، الداتا باص مع الميموري في اتجاه الرايت في اتجاه الريد. الادرس باص زي ما احنا شايفين كده ان هو من السي بي يو الى الاخرين، يعني من السي بي يو الى الميموري. يعني الميموري ما بتعملش ادريسنج للسي بي يو، لا، السي بي يو اللي يعمل ادريسنج للميموري. كذلك السي بي يو يعمل ادريسنج للاي او. لكن هنا في السهم ده في الاتجاهين مع الادرس باص. ليه؟ لان احنا قلنا من السلايد اللي فاتت ان ممكن الاي او
يتعامل مع الميموري مباشرة، فيبعت لها أدرس يأخذ منها ديتا أو يوصل إليها ديتا. فبالتالي الـ IO device لو عنده إمكانية الـ Direct Memory Access DMA يبقى ليه الحق المستخدم الـ Address Bus to Address الميموري عشان يبعت لها حاجة أو يأخذ منها حاجة مباشرة دون تدخل الـ CPU. آخر حاجة اللي هي الـ Control Bus. كنترول بس في اتجاهين كده وكده كده وكده كده. الكنترول بس ده هو بيحمل السيجنالز اللي هي بتقول احنا هنعمل ايه دلوقتي، احنا بنعمل ايه دلوقتي، ايه ترانزاكشنز اللي حصلها على الادرس والديتا بس، ايه اللي بيحصل، يعني مطلوب قراءه ولا كتابه، ريد ولا رايت، ريد من الميموري ولا ريد من الانبوت، رايت رايح للميموري ولا رايح للاوتبوت. الكنترول بس هو اللي بيحدد المعلومات دي كلها. هل في انتربت دلوقتي؟ في انتربت، في فانكشنز كتيره متعدده للعمل ما بين الثري كومبوننتس دول من الباسز دول. اللي بيحدد بالظبط ايه اللي بيحصل دلوقتي السيجنالز اللي طلع على الكنترول بس. الثلاثة دول مع بعض مرات كتيرة بيريفير للثلاثة دول مع بعض بيسموهم السيستم بس. يعني الادرس مع الديتا مع الكنترول هما بيمثلوا السيستم بس. السيستم اللي هو الكمبيوتر سيستم، الكمبيوتر سيستم اللي مكون من ثلاثة كومبوننتس أساسيين بيتواصلوا مع بعض through the system bus اللي هو ليه ثلاث انواع، ثلاث اهداف: data, address, control. فبالتالي المايكرو كنترولر، المايكرو كنترولر كأي ديجيتال كمبيوتر، المايكرو كنترولر قلنا هو عبارة عن ديجيتال كمبيوتر يستهدف بناء embedded system for a dedicated purpose. فهو مكون أيضا نفس الكلام: a CPU, a memory and peripherals modules اللي هم الـ IO connected together through a system bus اللي هو فيه data و address و control. إلا لاحظوا هنا ان هنا peripheral modules هنا سميناها input output، هي نفس الحكاية. input output هما peripherals، فال peripheral modules دول هما الانترفيس مع الاكسترنال world. احيانا يبقى عندي إمكانية إن أنا أضيف من عندي على التشيب، لو أنا عندي إمكانية نعمل ديزاين لحاجات معينة تناسب الأبليكيشن بتاعتي أقدر أعمل لها ديزاين وبرمجها على نفس التشيب. يعني دي التشيب بتاعت المايكرو كنترولر بيديني فيها أريا مخصصة اقدر انا ابني فيها اللوجيك سيركت، الديجيتال سيركت اللي تحقق لي هدف معين. الهدف معين ده مش موجود مع البريفرال موديولز الجاهزين الاصل من الاصل من المايكرو كنترولر. يعني المايكرو كنترولر مجهزينه لي في جنرال بيربوز اي او، في انالوج اوتبوت مثلا، في بالس ويدث موديوليشن، في سيريال كوميونيكيشن، كل الحاجات دي موجودة. أنا بسميها هنا IP Peripheral Modules. IP اللي هي يقصد بها Intellectual Property. Intellectual Property يعني في شركات معينة عملت الديزاين ده وحطته لك على المايكرو كنترولر اللي أنت عايز تشتريه، فأنت تشتريه بالIPs اللي موجودة فيه، لأن دي أنت عايز، أنت عايز الموديولز دي.
عايز الانترفيسز دي، هتشتريه بالانترفيسز اللي انت عايزها. لو انت عايز تضيف حاجات من عندك بعد ما يكون حاجه انتليكتشوال بروبرتي، ما لقيتش حاجه مثلا مناسبه قوي وانت عايز تضيف حاجه فيري سبيسيفيك، يو كان ديزاين ات اند بروجرام ات على الاريا اللي هي اف بي جي اي اللي موجوده داخل الشيب دي، تقدر تضيف امكانيات من عندك. انت بقى الاف بي جي اي دي ممكن تكون حاجه ديزاين بتاعك انت، انت اللي عملت لي ديزاين، يو وانت تو داونلود الديزاين بتاعك ده على السيركت دي، او ان انت تشتريه، انت تشتريه من شركه معينه، تشتري الديزاين ده من الشركه دي، الشركه دي تديه لك تحطه انت على المايكرو كنترولر بتاعك. فدي عادة هي الكومبوننتس بتاعت اي مايكرو كنترولر، هو عبارة عن ديجيتال كمبيوتر فيه السي بي يو والميموري والبريفرالز الاي او. ممكن يضاف اليه زي ما قلنا لك قلنا لكم دلوقتي اضافات اخرى زي الفيلد بروجرامبل جيت اريز. ابني انا السيركت بتاعتي، عملها ديزاين داونلودت على التشيب، او ان انا اشتري الديزاين من بره، ديزاين مضمون انا ما عنديش شك فيه، واضيفه للمايكرو كنترولر بتاعي لان انا محتاجه في الامبيد سيستم اللي انا بعمل له ديزاين. الكلام ده قلناه قبل كده، اللي ايه هو المايكرو بروسيسور، ايه هو المايكرو كنترولر، ايه تعريف ده وايه تعريف ده. فقلنا ان المايكرو بروسيسور هو السنترال بروسيسنج يونت بيلت على سنجل تشيب، زي الاي 3 اي 5 اي 7 بتوع انتل، في بروسيسورز من AMD، شركة AMD، فهم دول المايكرو بروسيسورز بتاعت الشركات، بتبقى جنرال بيربوس، دي بتستخدم في الجنرال بيربوس كمبيوترز زي اللابتوب. اللابتوب ده مثلا i5، المايكرو بروسيسور اللي مشغله i5. فهو it's a central processing unit CPU integrated on a single chip ال i5 مثلا. المايكرو كنترولر هو ال basic building block for an embedded system، هو عبارة عن chip تحتوي على CPU و memory شقيها اللي هو الرام والروم، read random access memory و read only memory plus some input output interfaces، كل دول integrated on a single chip. هنا ده CPU on a single chip، هنا لا، CPU مع شوية حاجات الأساسية on a single chip. عايزكم تدققوا في التو دياجرامز دول، السلايد دي وراها السلايد دي. دي تمثل تيبيكال جنرال بيربوس كمبيوتر، ودي بتمثل تيبيكال مايكرو كنترولر كومبوننتس. انا هسيب دي قدامكم كده لمده دقيقتين، يا ريت تدققوا كده في الكومبوننتس. احنا قلنا الكومبوننتس الاساسيه اللي هي سي بي يو والميموري والاي او انترفيس، هسيبها دي دقيقتين ودي دقيقتين، يعني دي قدامكم دقيقتين ودي قدامكم دقيقتين. واحب يعني ايه ان اصحاب الملاحظه القويه طبقا للكلام اللي احنا بنقوله
يطلعوا لي ايه الفرق ما بين جنرال بيربوس كمبيوتر الاركيتكتشر بتاعه والمايكرو كنترولر الاركيتكتشر بتاعه. خلينا دقيقه ودقيقه عشان ما نطولش. دقيقه اف دي ودقيقه اف دي. دقيقة عدت نشوف السلايد الثانية. نرجع الأولانية دي ودلوقتي ونطلب منكم حد يقول لنا ايه اللي لاحظه كفرق اساسي او جوهري بين الجنرال بيربوس كمبيوتر اركيتكتشر والمايكرو كنترولر. في ايه ميثودز في الانبوت والاوتبوت بين المايك كنترولر وال او الكمبيوتر والمايك كنترولر. ايه الفرق الاساسي في الانبوت اوتبوت هنا؟ ان انا بتعامل هنا بينه وبين الكمبيوتر عن طريق الكيبورد والمونيتور الانترفيس بينه وبين درايف. صحيح كلامك انت اللي بتقوله ده كلام صحيح. ممكن تدقق اكتر يعني او حد كان يحب عايز يتطوع يدقق اكتر الاجابه؟ الكلام اللي قلته صح ان مع ال جنرال بيربوس كمبيوتر انا بتعامل مع كيبورد واشوف المونيتور ولو عندي ديسك درايف سواء كانت هارد ديسك ميكانيكال هارد ديسك او كان سوليد ستيت هارد ديسك مع يو اس بي احط الكونكتور يو اس بي او لو عندنا النتورك ثرو واي فاي او ممكن اوصله عن طريق كيبل نتورك عن طريق كيبل. فهنا بتعامل مع ايه؟ مع ديفايسز كونكتد للكمبيوتر على المذر بورد ثرو كونكتورز. يعني ده يو اس بي كونكتور. احنا عارفين طبعا ايه شكل يو اس بي كونكتور شكله ايه. ده كيبورد ده مونيتور الحاجات دي كلها متوصله بالمذر بورد. شوف هنا ايه الكلمه دي ايه مذر بورد. هنا سنجل تشيب يعني المايكرو كنترولر ده على الرغم ان انا بقول ان هو عباره عن ديجيتال كمبيوتر بالكومبوننتس الثلاثه الاساسيه بتاعته بالباصز هي لكن دي انتجريتد على سنجل تشيب. الجنرال بيربوس كمبيوتر اللابتوب بيبقى على مذر بورد
يعني في مادر بورد تحمل الحاجات دي كلها واي انتر اكت مع المادر بورد دي ثرو كونكتورز. يعني في كونكتور في اللابتوب يوصلني باليو اس بي, في كونكتور ممكن اوصل النتورك عن طريق الكونكتور, برضو الكيبورد متوصل على المادر بورد وكذلك المونيتور. ممكن نقول برضو ان المايكرو كنترولر عامل داتا باس لكل حاجه, في داتا باس وادرس باس وكنترول باس عكس الكمبيوتر. لا ما هو ده برضو فيه ثلاثه, الداتا والادرس والكنترول. بس انا مكتوب نوت كومن في الكمبيوتر حسب ما يعني مع حد ما اللي هو كومن هنا الداتا والادرس والكنترول ده برضو انتجريتد اون ذا سنجل تشيب ذا سيم تشيب. اللي انت شايفه بقى ايه هنا؟ انت شايف كونكتور يو اس بي ولا كونكتور الى الكيبورد ولا مفيش. يعني هو عندك pins بيبقوا طالعين من السنجل تشيبس دي. البينز دي بيقول لك دي هي دي عباره عن الجنرال بيربز pins او جنرال بيربز اي او, عباره عن بيتس طالعين بيتس اوتبوت او داخلين بيتس ان. او يقول لك البين ده هو السيريال بورت, بين الفلاني ده هو السيريال بورت, او البينز الفلانيه دي ده اتنين انالوج انبوت مثلا واحده انالوج اوت. ممكن يبقى كده يعني بينز طالع لك بينز, وهو في وصف السنجل تشيب اللي بتمثل المايكرو كنترولر يقول لك دي ايه, دي انالوج انبوت انالوج اوت, دي ديجيتال بين انبوت ديجيتال بيت اوت, دول سيريال البورت ده سيريال. فهو ده عادة يبقى موجود في المايكرو كنترولر تشيب. حاجة موجودة أيضا ممكن تكون موجودة ولكنها not common, يعني مش هي دي اللي أنا بستخدمها دايما, مش هي مش 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 ده الهدف الأساسي من المايكرو كنترولر, إن الباسز دي ذاتها اللي هي internally موصلة الكومبوننتس المختلفة دي ممكن يقول لك دي ممكن توصلها على البينز بتاعت المايكرو كنترولر. يعني اقدر اخد داتا لو مثلا 8 باص, الداتا ده كان 8 الباص ده كان 8 بيتس, الادرس باص كان 16 بيت, الكنترول باص مثلا كان اي عدد مثلا 10 اي زي ما يكون, يعني ممكن يكونوا اقدر اخدهم على بينز من المايكرو كنترولر تشيب. هقدر استخدمهم في ايه؟ لو انا عايز اعمل external RAM مثلا واكونكتد الى الشيب بتاعتي الى المايكرو كنترولر, لو انا احتاجت RAM كبيرة زي الابليكيشنز مثلا بتاعت الاوديو, لو انا عمل signal processing لاوديو signal او فيديو signal, فبالتالي الاوديو فايلز والفيديو فايلز تبقى كبيرة, انا عايز احملها في الرام وعملها بروسيسنج بالمايكرو كنترولر, فمحتاج رام كبيره. فاذا كانت الرام على التشيب دي على المايكرو كنترولر مش كبيره, اقدر استخدم اكسترنال رام عشان اعمل انترفيس للرام دي مع باقي مكونات المايكرو كنترولر سبيشالي السي بي يو. محتاج اعملها انترفيس عن طريق داتا لاينز وادرس لاينز وكنترول لاينز, فبالتالي بيتيح لك امكانيه ان انت لو احتجت تعمل انترفيس لحاجه خارج الشيب بيطلع لك الباسز دي عشان يو كان كونكت للسي بي يو وتشتغل بيها. يعني مش ده الاساس اللي في الابلكيشن بتاعت الامبيدد سيستم, لان الامبيدد سيستم كمايكرو كنترولر انا بقول ان انا استفدت منه ايه, استفدت منه عملت الانتجريشن بتاع كل الحاجات دي اللي انا محتاجها, عملت لها انتجريشن اون سنجل تشيب وريحت دماغي. لكن لو في ابلكيشنز معينه اللي داخل المايكرو تشيب دي غير كافي, فانا محتاج ان انا اعمل اكستنشنز. ادي الاكستنشنز بتيجي عن طريق الباصز توصل للخارج, اوصل اليها external chips واشتغل دول كلهم
مع بعض. احنا كده يعني قدمنا السلايد دي نختم بيها، شكلها الوانها حلوه ونتوضح افكار اتكلمنا عليها بشكل كويس بشكل مجمع في سلايد واحده. التجميعة دي هي نفس الكلام اللي قلناه، Typical Embedded System Components. الـ Embedded System Microcontroller Unit MCU داخله CPU، داخله Memory، فيها RAM، فيها ROM، تمام. الكلوكس اللي بتشغل الحاجات دي ده Digital System، Digital System بيشتغل بالكلوك، فالكلوك Generation يبقى انتجريتد داخل الـ MCU. ديجيتال اي او يتوصل في الخارج بسويتشز، ليدز، ال سي ديز، كي بادز، بينز طالعين اوصلهم باي حاجه من دول، ينور ليد يطفي، اوصل كذا بين مع ال سي دي عشان اطلع ديسبلاي على ال سي دي. Analog input output عن طريق sensors و actuators, timers. timers دي بتفيدني في pulse width modulation، في limit switches، في photo detectors، ان اعرف limit switch ده وصل وقفل امتى، او اقول له اقفل بعد قد ايه. استخدم تايمرز تو كنترول ا ليميت سويتش. فوتو ديتكتور حصل الحكايه دي امتى، يعني الفوتو ديتكتور ده اتغير الستيت بتاعته امتى، فاعرف السرعه مثلا. بالس ويث موديوليشن اخر حاجه ممكن تكون موجوده، وبتبقى في كتير من الام سي يوز اللي هي كوميونيكيشنز. دي الكوميونيكيشنز اذا كانت سوفيستيكيتد انف، انها سواء كان وايرد او وايرلس، communication دي wired أو wireless، وممكن أوصل بعد كده اليونت بتاعتي دي بنتورك، وممكن أوصلها بعد كده بالإنترنت لو أنا شغال IoT Internet of Things. دي السلايد دي الملونة دي نختم بيها كلامنا، ولو حد عنده سؤال أو تعليق أي تعقيب. طيب اوكي نقفل دلوقتي. انا السلايدز دي ان شاء الله هبقى ارفعها لكم على ال ام اس، وفي نفس الوقت انتوا بتبقى مسجله تيمز، بتبقى مسجله يو كان اكسس على التيمز. اي حد يسجلها منكم ممكن يعني يرفعها للباقيين. يلا نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.